بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كشين تآتي دو سطو هشتاو دو كدري اشترين آتي قرآن، أما تدري اشترين آتي قرآن ويكبري كاملة يكبري طوابا. طبعا أم آياتو آياتكاني بيش خوشي بطواوتي دجي علمانيا كان الا تكاني صدقات ورا شكون بيان ناخذ تو مال بخشي لبينا اخوان هتا وكو اتكاني ربا هتا وكو كوتاي سوره بقره كام اتش بالضبط بابلين المانيا كان زور رخني لي قرنو كي شي ان زور لقاليا هل اتكاني سوره بقره زور بي واحد آيتك فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طبعا وثمان يا أيها الذين آمنوا عبد الله كري مسعود فرمي هوشي بني چونك يا خيرك أمرتان بيك ياخد شرك قد غيك عليتان أم يا أيها الذين آمنوا هردو كتيا خير شتيا أمر من بيك شر شتيا قد غيك لمن ونك هر يك خيري تيابه ويك هر شر يك شر تيابه بلكو چن خيري كي تيابه امر من بيكا بيگين چن شر كي شما شر كي شي تيابه قد غيك علي مانو نابه نزيكي بكوين بچي دس بيكا بقرز دانا فرمي اگر اي وقرز تان دا بيكي لنيوان خوتانا با نسرا بكبه. طبعا ام حكمة هندق لزانا نفرمون نسخ بوتاو بآياتي دو اخوي أمين بعضكم بعضا فرهان مقبول أجر ثقة بيكتريها بقينا نين وسا هندي قال إن خير آياتك محكمة بلام آياتك دواي خوي كرديتي بس سنة يعني نسينا كبوة بس سنة لا فرضا هندي كي قال إن خير بو قرزي كي قورة فرضا بنسي خان وفروشي سعرها فروشي أما قرضه کی گوره و اما فروشنی کی کریم فروشنی کی گوره معامله کی گوره هنده بلان با معامله تا بچوکه کانه فرمونه وقت سنت ام قصه له مقصه کان بابلین جوان تره و نزیک تره لحقه اتر خو قصه کانی کش حق بلان ام قصه نزیک تره لوانی تر لحقه و که قصه اخیره با قرضه گوره کان بنو سره باشتره عقده به لبین تانه و با قرضه بچوکه کان سنت بنو سره با گوره کان فرضه با بچوکه کان سنته یا کم فرمانی آیاتك بریتیه لویکا اگر قرض من ده به یکی بانو سراوی کبه لنیوان ایمو اوه فاکتوبوه فاکتوبوه چیه؟ امر امر اکا بانو سینی وليکتب بینکم کاتب بالعدل او کسی که اقدکانو سی لنیوان تانا فلانی کوری فلان ده دفتری با قرض یاو با فلانی کوری فلان فلانی کوری فلان خان وكيف فروشتوا با اوندا تا مدته كتير باركي ورغري بفراني كوري فلان ابو شيو اويك لن يوان تانا با كاتب يكبي بينوسي جا اگر دي قد بن لفرمان كان كاتب عدل هي او لم لفظ ورجينا فليكتب يا وليكتب بينكم كاتب بالعدل كاتب عدل الم ورجينا كاوا دات النوسي بيو داد نوس لم لفظة ورقيراو يعني بابا عدل وبا داد قري أو نوسراوي نيوانتان بنوسه ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله أو كاتبك لنيوانتان بابا تكان أنوسه با عقدك كأي نوسه ودائر جيبو شيو بإخوة أمري بيكردو لا ندالي با لا ندالي بهيت شيو بو شيو بك إخوة أمري بيكردو واجم ريبا چي كردوا حقي او كسي كمالك ادا چي حقي او كسي مالك ورقري چي همو بنوسي وكو خوي يعني دسكاري او براباريو او مبلغو او بضاعينك كالينيوان يعني چونك اللسر يك لفظ جاري واهي هموش تيه قرره بون بنا خلقه خانوي اوا فرشتو بيشك ناوي هندشتي نهي ناوتيا كامج لقل خانوكاه ناوی هندشتی نهی ناوتی ها کامل اگل خانوکه دوایی که کابرات شو خانوکه ورگری وشتانشی بیستو
دو خانو گو بینا یوم کاتا اوی لنا یو شیعتی گرتو بو یا ابی هموینا و بهین ری اوی تیا اوی تیا اوی تیا بز اوی تفیع بلوشم اوی دره هینم ابو شیوا اوشی کاتبه ابی هموی بنویسی چون که لفظک بابتکانه گواره فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه أفرمي أو كسي كحق كي السارة واتكي يو قرز ورقرك قرز ورقرك أوي أكبيت قردني باداني بيا بنيو همي بنوسفه بلي أوان دا أكبيت قردني من لما وليتق الله ربه با تقواي الله بك كم كرتي تيانك يعني كم تر ننسي لويك لسريتي ولا يبخس منه شيئا يعني اويك لسري انوسي با هيتشي لي انا شارته يبخس يعني يكتم يا يضيع زينك اشتكي لي دركا لو اشتكي لسريتي وابي بن مسري فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل أو كسيك قرزك ورقري يا بوي ورأجيري من الله ياخد عقلي يجناك وعقلي نقصانا ضعيفا يعني من الله سفيها يعني عقلي نقصانا عقلي طاوني تشين خوشي نفسي بوا ياخد خوينا وعريني آية أم كاتبة بابن سينا أبي وليكي لقلابه يعني منال عقدي دروزني كسيك عقلي طاونية عقلي دروزني عقدي دروزني كسيك خوين دوارينية عقدي دروزني كسيك شاوي نابيني عقدي دروزني نازعنا تشيتي عن السلام لأنه يبوي خوينة توب غلط بيب خوينة لقر لحالتك الشاهد يبي لأهلي خويك أو عقد آويتي عن السلام وليكي لقل يابه أو وقتها فرمي با وليكي نوسيني أو بابتانا بقريتا أستوي خوي واستشهدوا شهيدين من رجالكم لو عقدا وثمان كاتب عدلك يا ما كم كس قرز داريك هي قرز ورقريك هي ما سيكس دو شاهد يشباها بيا ما كان كس ما بينش كس أم دو شاهد لكي بن من رجالكم بياو بن بلام لكي بن بياو كان لخوتان يعني مسلمان بن هذا شاهد كافر ناخوه بدو شاهد مسلمان أحمد بلو عقده باشا هندك قيد عدل شبوه هن بدو شاهد مسلمان عدل بن نا بدو شاهد فاسق بن درو ساخته شيتي ومعنى لي بين ذا شو كان معنى دواي شاهد كان غورن شو درو يان كردو بيشت باشا انا فرمي فان لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء اگر دو پیاو تان دز نکو لو موقعا بیکن بشاید با پیاو یکو دو جن بی اما ایتا اما ایتا طالاوی کردو با قرگی هرچی کافر و مشرک و علمانی ها لم سردم و ایکن با رخنه بسر اسلام ایتا کش لو پاری عدلا افرت لموقع یکا که تایبت نبی بو خوی بو شاهدی بکار بینه بدوان بین باشا لموقع که تایبت به بخوی شایتی خوی لبرانبر شایتی دهن پیاوی شد واضح اما ام آیتا باسی ام حالتا که او بابتانی که تایبت به نیوانی پیاوانو لمعاملات شایتی پیاوی به دوجن شایتی پیاوی به دوجنی مسلمان علتا کش چی خوی باسی که آیتا که أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أقريكي كان شتيكي لبير شو لشاعتي دانكا شتيكي لايات كربابي تر بيري بخاتو دايكي إمامي شافعي رحمة إخوة برد قاري لي بل لقل جنيكي ترى شاعتا بن لقضيكا حاكمكا بانجانكا قصور أقري لدايكي إمامي شافعي دوایی الله تو برو درو باش نکی تر بیا و ناچ ما درو نبی لی رو نبو چی ناچی درو حاکمی مسلمان علی شخو حاکمی سن علی دایی که امام شافعی فرمه لبرو ای خواهی پروردگار فرمویتی چون لعیتا که تیگشتو بجوانی
ئەگەری یەکێکیان بیری چیوە باویتر بیری خاتەوە کەواتە بردکمان بەیەکەوە سابی. بۆ ئێستا ئەو شایەتەیە گەشتێکی بیرچوو بوو من بیری خەمەوە، هەروەکو چۆنەویش وەستاوە ئەگەر من شتێکم بیرچوە وابیرم خاتم. لە بۆ یەڵێن شافعی ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبێ ئەو زیرەکی و لێهاتوویەی لە فقها لە دایکەوە بۆ ماوەتەوە، چونکە دایکی توانای ئیستینباطی لە فقها زۆر بوو، ئافرەتێکی زیرەك بوو، دیندار بوو. و هەر دایکیشی هەڵیەگرێ لە غەزەوە ئیهێنێ بۆ مەککە، چونکە خۆی قوڕەیشییە، ئەڵێ بانە سەبی قوڕەیشیەتی ئیمامی شافیعی لە ناو ئەهلی شامانە فەوتیە بمێنێتەوە کە باوکی وەفاتەکا لە غەزە، ئەیهێنێتەوە بۆ مەککە، و لەوێ ئیخاتە بەردەم خوێندن و گەورە ئابێ شافیعی ڕەحمەتی خۆیان لێ. جا فەرمێ چی؟ ئەفەرمێ با دوو پیاو شاهد بن، ئەگەر دوو پیاو نەبوون پیاوێک و دوژن. بۆچی؟ بۆ یەگەر ژنێکیان بیری چیەوە بیری ئەوی تریانی بخاتەوە. بۆ چونکە ئەم بابەتەوە کوتمان بابەتێک نییە کە ژن ڕۆژانە لە ناوی ئابێ، باشە؟ بابەتێک نییە کە ژن ڕۆژانە لە ناوی ئابێ، مەیشی پیاوانە. بۆیە لەوە ئەچێ ئەو ژنە خۆی بەتەنیا نەتوانێ هەموو بەندەکان و خاڵەکانی ناو عەقدەکەی لەبیر بێ، یعنی نقصانی نییە لە ژنە دیاری بکە، نقصانی نییە لە ژنە دیاری کە یا زەمیکە یا ناشرینیکە یا بچووکی کاتەوە. ئەڵە ئیشەکە ئیشی ئەو نییە لێرە دوانمان پێویستە، و یەگەرم شتێکی بیرچوو بەندێکی بیرچوو بیری خاتەوە. خۆ ئەگەر بێت و دوان وەرنەگرین و بەندێکی بیر بچێ، وەختە حەقی کابرا چی لێ ئەفەوتێ؟ حەقی کابرا ئەفەوتێ؟ ئەمە بۆ چییە؟ بۆ زەمانی حەقی کابراکەیە. و ئەمە لە چەند حاڵەتە؟ لەم حاڵەتە ئیگنا حاڵەتی ترمانەیە ئەگەر چوار پیاو شایەتی بن لەسەر ژنە کە زینای کرد. ئەگەر ئەو ژنە پێنج سوێن بخوا لیعان کا شایەتیە چواریانە خە، ئێستا شایەتی ژنێ بەرامبەر بە چەند؟ چوار پیاو. ساتوانی نەمی پیاوان بڵێینەوە نقصانی و چۆنە بێ پیاو وەحسابی بۆ بکرێن؟ نا، بەبرای ئەمە ژنە حاڵەتی خۆیەتی، داوێنی خۆیەتی، خۆی خۆی باشترە زانە زینای کردوان، حەقەکە بەوە درێ، ئیش خۆیەتی، حاڵەتی تر. ئافرەتێک تەلاق ئەدرێ، هەموو پیاوی دنیا بڵێن عیددەی تەواو بوو، ئەگەر خۆی نەڵێ تەواو بوو وەرناگیرێ شایەتی هەرچی پیاوی موسڵمان کۆ بنەوە بڵێن ئەم ئافرەتە کاکە هەرسێ عیددەکەی تەواو کردووە، ئەگەر خۆی دانی بیانەنێ شایەتی هەموو یان ئەخرا، باشە؟ ئەمە حاڵەتی تر، حاڵەتی تر زۆرە. بۆ نمونە کەوتنە سووری مانگانەوە و پاکبوونەوە لێی ئەو بابەتانە کە لە سەرەتای تەمەنیاکەوێتە ناوی هەموو دنیا هەسێ بڵێ و باڵق بوو کەوتوێتە سووری مانگانە، شایەتی با و شاهێتی پیاو ناخواوەی ئیلا شایەتی خۆی ئەخوا. لانێ بڵێ ئەمە شتێکی ئەوە نە گرنگی تیانی چۆن تیانی؟ ئەمە ئافرەتە باڵق نەبوو بێ ئەگەر ئینسانێکیش بکوژێ ناکوژرێتەوە لە بری، بەڵام ئەگەر باڵق بوو بێ کەوتوێت سووری مانگانەوە کوژرێتەوە لە بری. تر چۆن فەرق ناکا؟ فەرقەکە بۆیە هەندی حاڵەت هەیە یعنی تایبەتە بەخۆیان، شایەتی هەرچی پیاوی دنیا ناخواتیە، بەس شایەتی خۆی ئەخوا. کەواتە ئایەتەکە لە مەوقعێکە باسی شایەتی پیاومان بووە کە شایەتی ئافرەت کە چ جیاوازیکیە، و لە چەندین مەوقعی ترە هەمانە کە شایەتی ئافرەت جیاوازی هەیە لەگەڵ شایەتی پیاوە، هی ئافرەتەکە زیاتر لە هی پیاوەکە ئەبێت. رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرمو ديكا كا أمشغاري جنانكا نصيحتيانكا لججني قربانها ياخد رمضان، فرمو ديكا لبخاري ومسلم هاتوا صحيحة. هندي كذب هو جهلي يعني قلن بقى لبخاري ومسلم شاعت بي وفرمو ديكا ضعيف بهو جهلي يعني لبري تيناقن لألفاظي فرمو ديكا. فرمو ديكا فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، أي جروبي جنان مال ببخشنو زوريش أستغفر الله بكن، زوريش أستغفر الله بكن ماليش ببخشن. أفرمي أفرد هب وابو ريرا يجارتوا مستيلا كيدانا أبو قوارا كيلا كذو ملوان كيملي دركا هبو بازن كيدانا كبتا شاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببخشن. أفرد يوسا آوان بو جاء أما بأفرد كيود بأفرادي مهاجرين و أنصار كلو باري باكي و چاكيا بون. باشان فرموي
وإني رأيت أكثر كنا أهل النار من بينيم إيوة زربت عن أهلي أعقربون باشا جاهل كان أمي كم نقطة يك أي كان بشي بويك إسلام أفرتي بكم سير كذبه كافر ومشرك كان ما كان بيا كم نقطة بينيم لا أجرا زوربتان أهلي أجربون كي بينيوتي ليس راه معراجا بيشاني دراو زورب أهلي أجرا باشا بو زورب أهلي أجرا لبري زورب شان كوتي دجال لآخر زمانه زورتين شان كوتي دجال جنا كواتا أما خويان بونته هوي أوي بشنا أجر يا أخوات سوكي كردونو ببيت تاوان خسونيتي أجر خوان بونا تهوي وي كبشنا اهجر لولا افر بودي كتر بش جو يخم كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي هر يقلا يوا لبهشتا دو جنية كواتا جنك زوريني لبهشتا بقرا دو اواني بيا جنك زوريني لبهشتا بقرا دو اواني بيا يسا اكري اما بلين باشا بوتي جن لبهشتا دو اواني بيا اما عدلني اما سكاتية ببيا ناكري اما الله جل جلاله شتيغ هي بيزان يكساني بو جنوبيا و بريار ندا و ناشدا باشا بلكو الله جل جلاله بعدل حكمي كردو لبيني جنوبيا و اوش طوال فرقي عدل و يكساني چيه يكساني اويا كأم كسا بو نمونك جنيكا اوش كبياوكا شايستا بنو شايستا نبن توكو يكسير يعني باشا يا ما ظلمني ظلمني ظلمه بون بون تو ايش اكو شيء كذا تاريخه باتي يلا شنو كشي بيبي لا قلتها كذا تاريخه باتي اما ظلمني لا جن شي الله وياك ثاني شي الله وياك هو ظلمه لا جن چونك حل روي في فسيولوجي شو لا شيء او جنبه ودروز نكره كبروا كذا تاريخه باتي وايا الله جل جلاله عدله بپیاوکی تو کری کاری غبات کله سر تو بیت درو بکی بارو بردنی نو مالگش سر جن کی جسمی او ما دروس کردو ها حد طبیعت خو ما نوی عفرت ضعیفه لا مال و به مشغول یو کارانی نو مال به باشتره هر و چون او کارانی نو مال ایش بغشتی پیاو بیکو جن بروات درو کاری پیاو گبکا بو پیاوک جوان نی باشه صبروی هر جن بگری الله حزکی پیاوک د مال او کو جن خدمتی مال کاله نش حزم لينيا هي جني حزي لونيا ما جني فطرتي تيك شو بيان باسي فطرتي تيك شو كان ناكين باسي وجنا ناكين كسلامة و بلام بو بياو بقري بلاي حزق يجنا كدلا درو بيو كو خود إيش كابلا قيمة أما خوي رازية بنا بياوي خوي خوي دانا نيبا خويا كنا بياو باشا چونك توبو أو دروس كراوي بو درو آفرتان الله جل جلاله فرمي وقرنا في بيوتكم ويا الله جل جلاله لو بابتنا عدل مساواتناك عدل تطبيقك عدل ايش تطبيقك ظلم لهيج لا يعني كانك غير مساواه تطبيقك الا ظلمك الا لا يعني كان باشا ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى شيء زاني من زوربي اهلي بهشت نك زوربي دو اوندي بيوان نفرتان لبهشت دور علمهني مشركي خبيث وكشون او يكم جار كوتي زوربتان اهلي اجرن كاونا كات دو نوا بقر فيوان وهندك زياتر اهلي اقرن دور امش يانك بنقطه زقيب كره وبيك بعد لي اخوا وبلا ديدو هوني فيوان لبهشت بس علماني خبيث مشركي ملحدي غير منصف او نعل هرداني شي رحنا له يعني تنقرين باشا باشا افرمي افرتي كان كافرتي كي جريء بو فرمي ابي خمر اخوا صلى الله عليه وسلم ما لنا أكثرنا أهل النار باشا كيش ما عن شيء ما بوزر بمعنى أهل ياقري بوشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير وإذا أحسن يا أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت ما تكره قالت لم أرى منك خيرا قط يا قالت لزوجها لم أرى منك خيرا قط أفرمي إيوة أم تايبد من ديانة أنت يا عبا هوي أمو زوربتان أشنا أقل يعني كيان بيشانا
علاجی خۆڕزگار کردن لاگر هەر وەکو چۆن لە زۆر نسوسی تریشا ڕێنمونی پیاوانی کردووە زۆربیان خۆیان ڕزگار کردن لاگر لە من دقەشا ڕێنمونی ژنانەکە پیان ئەڵێ کە چۆن خۆیان ڕزگار کردن لاگر فەرمێ ئێوە زۆر لعنەتەکەن زۆر لعنەتەکەن یعنی چی زۆر لعنەتەکەن یعنی زۆر قسە ئەڵێن و زۆر دەمدرێژیەکەن بەرامبەر کەسانێک کە شایستەی من ئەوە ژواکە ئەو تاوانە بتان باتە ناو جەهەنەمەوە ئەوە تاوانێک ئەگەر لە پیاوانی شاهابێ ناچنە جەهەنەم با لە پیاوانی شاهابێ ئەچنە جەهەنەم ئەی هەیە لە پیاوانەیان نیە هەیە کەواتە زوڵمە لە ژنان نەخێر ئەنجا چی کەشەکەن کوفرانی نیعمەتەکەن ئەوەی کە هەتانە خۆتان بە کەمی ئەزانن دایمە يعني تو تماشا کا چه تو مالی خزمه کو دیتو بهانه به پیاو کی اگری بو ام اومانیو بو اومانیو هیس مان به میو پیس مان بو ای تو هر ونت امکانیت ہے میر دکت هر ونت امکانیت ہے چی تو لی سیار کی بو وان سیار کی من بو انیا ای پیاو کہ تو بو وکو فلان پیاو خو نا گوری وکو او جل برنا کی تو وکو او عتر لخونا دی امکانیت مونے تو انای مونے کسابت مونے بس او هر ايوه لا بيابي حلقه تركيا كو مالكي لا مالي حلقه تركيا كو سياره كي سياره حلقه تركيا كبش واي انا ما قصدي انا هاتو تلاما دا طلاق يعني كذب هو هو تتي بو شغلو شويه تشي توصل او غير سمي لك يوالي كا قوشك يوالي كا ركبي بو من وام انتوما زو اكثر كي حز لك دو بس هي بياوكي لسر قالبي وداك تاش اي كاما شغلو شويه كي وايلي كدو او کلماتانش که مخرجه که فیری وی کردوه برام بر او کشانه بکاری بینه توش فیری با برو سیری و حلقه که لگل ما و لگل من عوارف تار که اوه بلی اما کفرانی عشیره تو پیاوی کده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چی کده پیوار دین و اخلاق دین و اخلاقی هی و لگل جیانت گزاران که جیانه که اسوده روی برای اگر دین و اخلاق قبوله بلا مگر دین و اخلاق قبول نیا قد اسوده به خودتو نامی اسراحتیش ناکی جابوه فرمی ایوان ناشکری زور کن لسر اوی که خوای پروردگار پیدا اون چه پیا و کتانه چه او مالو سر تو سامانه که بوتان صرف کاو او نفقاتان اکای کشی و اگر پیا وی یک یکتان تواوی تمنی بچاکل گلتان حال سو کود کا دعای خرابی شیلی بین نی وارن چی هرگیز خیر من لی ندیوی باشا زور افرت هی که خوای که بیت غلط والا خطای باکم بو باکم قد باکاتی بو نکردون خطای براکانم بون قد پیاو نبون خطای مردەکەم بووە قەت پیاو نەبووە بە حیاتی باش نەبووە بووم هیچ کەس گوێ پێ نایە من هیمالکراو بووم بۆیە وام کردووام کردووە بەڵێ گەر هیمالکراو بووبێ ئەوە خەتایەوان بوو بەسە گەر هیمالکراو نەبووبێ ئەوە خۆی لەو ئافراتانەیە کە زمانی ئەعەبە و شێوە بەکارهێنێ و ناشکری ئەکات و تانە و خراپەکاریەکانی خۆی داتە پاڵ خەڵکی ئەفەرمێ پاشان فەرمووی رەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم کە ئێوە ئاوان ئافرەتەکە پێی فەرموو ما نقصان ديننا وعقولنا وتي اي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم عفوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ايوا عقل دين تان نقصان اي فرمي باش نقصان عقل نقصان دين ما لشو افرتك فرمي عقلك الي راه كمعاملات اي شيء ايوانيه اي شيء بيوان لدروي اي شيء ايوانيه والله ما دعواك نش ندرو ايوا دعواك بشنه درو یو کی ایشی اوه اکه نه دروش تو نه ای تانی او کوپیاو بیکن بدوان تانه جا تو نو کوپیاو بره اوه اگر حقیقت تانه نه تو نو کوپیاو بیکن بدوان تان انجا تو نو کوپیاو بره اوه شاهدی دوان تان به اک پیاو فرمی نقصانی دینه کشتان چیه بریتیه لوی که یو کونه سوری مانگانه و نویشتان لسرنی و ناشی گرنه يعني ايش ايمان ودينية با بلا ما او نقصاني دينا لآخرتانا لي انا جيري خوال سروا اين خات جهنم نخير شو قال لسري نيه كباك بيو نيوش انا بجرتو اقل لسري بوا خواه برقار بي جرا او وقت حديثك اش نيه ودين نقصانا ام نقصانية نقصانية قنية كآخرتان بهوي وسزاور قرن ونقصاني عقلك اشبه ما نشيو لما اوالي كذا لهم حديث نقصاني اجنيه كبه بعيبه بسر افرتانه ياخذ
ببيته هو ويك عفرتان في بشنا جهنم شو هو كاركان شو جهنم بس كر توان كأول قال فيها يشابه شد أو توانان لا فيها يشابه لا شد جهنم بل عم دواتر دو حالة تري بس كر كأما نقصانية لا شيء لا عقلية لا عبادة كان شيء دين كيما بس بي عبادة كان يدي آية أم حديثة هر آواء أو كلمة فرمو هيتشتهي لبشتوانية همو طبي عالم سوالك همو طبي عالم رو برسياري هر دكتوري كي الله أفرد لكاري صوري مانغانيا من يوجناك على أخوان علينا هورمونات تيجش بير كردنوي لعوازة تيجشني لبابتا كان كما كاتو برجي جزور إيه عقلي نقصان طبعا كالي نقصانا ما بس معنوية نقصانية كعيبات يا نخير لا تشاو بياو عن نقصان بياو حالتي بسرانا هو كارك شي تشيا افرد دوكو اندامي زياتري لا بياو بياو نكو اندامي شير دانيه نكو اندامي منال داني شي او دو اندامش كزياتر لا افردا بوته هو يوي كزختي كي زياتر لا سر دما خيبه باشا هربويا يعني سيركي طلاقيش بياو ايدا جن نايدا جن لو حالة أنا كدو جانبي أخذ كاتك كشيرة دا أخذ كاتك كتوشي سوري معنا نابتو أقلو هوشواني يتري باشي وكوبيا وكارناكا ويبريارة كاني لجي خوايا نابي كواتا من نقصانية كرسول الله صلى الله عليه وسلم باسي كالا تشرو يكو لروي فسيولوجي ولروي طبوا لچاو بياوا تو نقصانية هي نق نقصانية عيبة بي ومال بي لسري رسول الله صلى الله عليه وسلم كستو كهدي بينوتو بلغت شي دواترة فرمي شي فرمي أفرمي هر يك لأيوة أتواني عقلي بياويكي زور جير و هوشيار لخشتا بره هم عقلي نقصان وايل يكا شيت يكا هر يكا لموبايل آخر يكا جنا موبايل يكا وبو هفرتا عقلي جي و هوشي جي و هموي برد وكو أجل إليه بوي بخواه بدم تلفون واروا بديار يوم نعلاقي بكتا أقرو عوري بناتو اما عقلي نقصان وايل يكا اگر كامل بوايا چي ليه ها في كره هي يعني يا مادب بس وجده بري ابو افرد احمد بس وجده ابو بري شو تابع يعني قصي لك قالك يعني جكاني بو فوت يعني يعني والله السلام هبوا حتى كارديت يا ابو قصي كردو حزينه كردو بجي يلا اما او افرته عقلي او بياوي برت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ريق واي بي افرمي افرمي ايه واتيات انا افرمي اخذها موت ام بقشتي وانا افرمي أتوانن عقلي عقل ترين وشيار ترين بياو ببان هل بيني برن إيسا كأن بتواني همو عقلك بري هو نقصانية العقلية هي كام يام باشن بردك باشا هو نقصانية كيام همي روشتو باشا هم نقصانية كيام همي روشتو و بهمان شو علمي شبشجيريا ما كالي بياو زوتر معجبي آفرت أبي هر بشكل شوي كايبينه وآيات كانيج لسوري نورا يكم جار أمر ببيوانا كافر ما تشاو داقر باشا واشي بستيت هو بفارسني داوين وفر ما تشاو داقر داوين بيا بارز وحزق أمزان ليكولينو وكراو يسأل الجامعة كان أوروبا لجامعة كان الصين ويابانيش ألين بياوك تماشاي جنيك بكا حتى جواني أو جنا روتي او جنب عبلين درخصني جوان يكاني زياتر بيو سرنج زياتر راكيشه باش يقل ميشكي چالاكا بي كالكاتي تليا كوارنا باش چالاكا بي بيهوش يكا مدمين يكا بوي سيركي ناتوانا وازلو كتبه ناطر عشق علماء فرمون تلياكي بعقلكان اوه تعريف يكا عشق تلياكي بعقلكان شكا انسان اوكو چي ليكا اوكو اجالي ليكا يتر نحساب نبو دايكا كا نبو باوكيا كا نبو خشكيا كا نبو براكا اگر جنيها بي نبو جنيها كا اگر مناليها بي نبو مناليها كا كورا واي لي حساب بو عبادتكاني شي حساب بو رب العالمين جناك او عشق واي ليكا شان كزا واي لي هاتوا حساب بو بلو باعي خويناكا حساب بو بيقيناكا حساب بو كسابتيناكا هموي داعني اروا جا هتاوكو زياتر تماشابكا او بشا تفعيل ترابيا وكوات اللي اكزي ادريك يا شباب حتى الين لكاتي سير كدني في لما خلاع يا كان او بش تفعيل ابي بويا او كساني تماشا او في لما خلاع يا ناك ناتو ان وازيل ابي تمني شي كردو ارز وك شينا ما هر مبتلى ابي خلقاتو بلا ما تمني زوري هبو تدي شلون تركي كم
تلياك شلون تركك؟ قرصة وين؟ بس هاي ترقناك ليه؟ في سيبه معالجة هي بوي يسأل عالمة دكتور هي في وراه يعني جنش بها ماشي وراه يعني لسرويك شون أو مواقع خلا عيانة ترك بكا ولا خيالي خوي لايبا دور كبيرة ولا جن سهرة مكيكا توشيبو جابوي براسي بلي علمي سلمانويتي طبي سلمانويتي وقرآنيش بيش همي سلمانويتي كأمانة همي حقائق لبيني جنوبيا وهمي هي بويا هر دانو لموقعي خويا داينا الله جل جلاله هيج تيكينا بردو تجويان شتيكي تر الله جل جلاله حكيم حكيمي جو ذاته كشتكان لجي خويا داينا بويا كأمي دياري كردو بو آفرد لجي خويا دياري كردو كأمشي دياري كردو بو جن لجي خويا دياري كردو أوي ما أتو لو فرمودا ولم آتشا هوش داري بوشي بو مراعاتي حالي آفرد باشا بو مراعاتي حالي آفرد كوريايبا او دو حالة رويتيكا تو بوي طواوكا وكوبياو تو تشيد بسريو قوامي بسريو قوامي بسريو بيتو رايجري لو دو حالتا نيلي خوي زايكا برو خوي توشي كيشبكا اما ام بابتي سزاني مان ليك موقع شايتي دو جن ببياوكا بلام لا تشندين موقع شايتي تشندين بياو لبرامبر يا غافرتا ناخوا اكاوي هاو شيوم آتا للذكر مثل حظ الأنثيين كأمره آفرتا بابلين بدروشتا كان هاوارا كانوا رخنا لما آتانا قلنا ما في علم بدروشت شكو الروشتي هبه رخنا لكلام خالقك ناكريه أو الروشتي هبه رخنا لكلام خالقك ناكريه ويكم روشت كداواك را ولا إنسان روشتا لبرانبر كيا لبرانبر رب العالمين كلا برانبر رب العالمين روشتي نبو أقل لبرانبر هرشي بنا ورا روشتي هبنا أخوة لا إيمان هر ساقطة ومن يهن الله فما له من مكرم أوي بهوي به روشتي ولا برانبر الله عز وجل الله إهاني بكاو بسوك تماشيك كذبين الرزيل بويا بد روشتا كان يتر خوان خوان يانا ونا وهرشي كيف خوانا دين رخنا أقرن لو آتا للذكر مثل حظ الأنثيين هرم أتور أخوارتني فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك أفرمي أجر دوكج بن ياخذ زياتر بن لدوكج أو يجلس سرسي بو أو دو أفرته أجر شن كي أو ما بيته لو عائلة هموي أو دو بشي كان بو دا بشكري أخويا أجر صبي يا أبو إيه سبب دو أفرت شن يعم بردوا يجلس سرسي ما لك يعم بردوا بدب يا وكما ونتو دوا أو شن بن بارهم يان دولا سرسي لا أفرد زيادة لما هذا آيات ورا خوارتر غدر نكن لا آيات كانوا خوي بين ورا خوارتر أفرمي شيء كباسي باوكو دايكا كان ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث أفرمي أجر دايكو باوكي معبو كسيك بو مردبو دايكو باوكي معبو باشا ومنالي هبو أو وقت دايكي يجلس رشاش باوكي شي يجلس رشاش اگر من علی نبو دایکه که زیادتر با دو و نی باوکه که با اگل سرسیه با بباسی و ناکه اما دو حاله دیسته جن لپیا و زیادتر با هر لو آیته اگر تا کتایی بروی دوانزه حالته هشت حالتی جن لپیا و زیادتر با بباسی ناکه با چی خیانته کن لو دینی خواه کروندگار ام بد روشتانه با آواکن با آیتانه و رخنه لیه لما فرض لسر من كجوابي عن بينه وكبويا عن بسل بينه وأنا خيانة كارن لعقليتي إنسانية ولمروفاتي أصلا نقل هرمي لتك إخويا عن بتنها شنك آياتك تبوه هنا يك حالتي باسكا وازل حالتك عن يتريه هنا خلقي يجيش دوش داما وانا زين شون جوابي عن باتو أتي جوابي عقلية دوزيتو قلت شي والله آخر لبروي بيان سر برشتي مالك أبويا بيان زياتر بري جن أما ميردي هي وباو كم تربري تو ام جواب انا ميرو او بعقل رخني لي قلت تو بعقل جوابي ميرو بلك هكا ورا اخوارو انصافه هبي اما حالات الله جل جلاله من بعد التوزيع كردوه تو نزيكي دوان صح حالته هي هش حالتي افرد يا وكو بياو يا زيات لبياو با كم تر لبياو نابا او ايتان لسوري نساء هي اياتي كوتايو اما اياتي سخرين مو اياتي دعاء مش خوتان برون بيخ نو بزان لشان حالته افرتك زيات ربا لبياو اتشبي سكاتو مجاملة علماني وكافر ومشرك بكيتو لسرو او ويكا خواكت بغلطة زانية
تو خشكم خشكم إلي بقريتو برازم برازم إلي بقريتو أو رب العالمين تو بغلط هزاني الله وعاتاني غلط لكاتك تشوا شكاري وغدري شي كردو على آياتك يا أكو خوي نيوتو باشا هل لم سورة بقرة قشتين بآياتي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم كوما لقبت روش رخني لي أقر أو آتا زاني الله شي فلما شي نساؤكم حرث لكم توي بياو بس كيو بو حلالة بس جنك إخوت بس جنك إخوت أما لمصلحتي آفرته كبياو بس جنك إخوي بو حلال بياخد برو أبو هرشي جنك قال نساؤكم حرث لكم بس جنكاني خوتان كالجن بوتان ها لمصلحتي كي لمصلحتي جنة أما أتى لمصلحتي بياو دانا بزيو أصلا سبب نزول يا ما أتى تشيبو يهود يكان جولك كان لمدينة أيانود لباشي شوب شيتا لاي جنة دروس أما بو كرامتي جن دا بزي كبي بارز يسي يهودي مذهب كان بورخنا لو آتا أقول نجوك بيان خوش لا باشا وشنا لان ديارة توشن وما آتا بو دابازي قد غيو بكاتو لا باشا ونابل شتا لعجن وبو أوش دابازي بيد بلي أقر لجي خويا وكشويني دروس كردني من على كحرف بمعنى چيه برهم برهم لو يهو أبي تو ليوب شيتا لا أقر ليوب شيتا لا يكشدني بس غيري أوا حرام أبو يعني أما أم آتاي كان بعيبا لقرآن وأي كان بغدر لجن أما أو باري عدل نية لقال جنا لباشا بود نية بشي تلاي وبس جني خود أبي بشي تلاي وأبيت شو نلاشي بود شي بود رسك نية من عربي غير بود شي جيشة وبابتي كتلا بلا ما بي أساس تيا درسك نية من عربي شكا أساسي زواج شيا درسك نية نوو زورية نكهر تشجك بيني وبريتو وكو أجل حتى أجل إيش تناكو حكن بوتي كان ومن عليك جابوا يا فرمتي نساءكم حرث لكم أو أكاب السكاتي و بو بيجن كيالغا بو كيالغا خرافة بو كيالغا نبو ياسد وانا طوبي بلا برسا ها باروها بو بيخوي نبو بيخوي أي حتي برو بو مبرهم ولا كيو برهم ده لا كيالغا برهم ده كيالغا شو نيكي بيروز چون که رزق روزی بر روبم یا خالقیتی هست رزقی الله عز و جل است. شبهان دویتی با کیالگا به هوکاری بر دوام بونی جیانی شبهان دو آیت که نکسو که آیتی بیاب که. حالا آفرد هوکاری بر دوام بونی جیانه. بله اما چون که خویان هیچ بر همه کن نما با کمالگا دین رخن لو آیت اگرن خویان کیالگا نین بی بر همن با مروفعتی بای رخن ایلو اگرن. بله ما آفردانی کیالگن با مروفعتی و بر همی مروی گوره گوره احیانن پیاری چک ادن بده سو احمانه کیالگن و شانازیش بیاگن بعیبشی نزن نیساؤکم حرفون لکم کیالگن باتن کیالگه وکی ترکا گنمو جو دانویالی تیارو این ریو توی خوی بمراشگارم خراپا ها جگه ایشی پر برکت نیا با برهمد ناداتی جیان به های او بردوام نیا دبا زرعد نمینه لسر زی جیان بردوام بی ها بردوام نابه اي مشركي علماني تو بوي اماكي بعيبه اما اتا افرت شبهان دوا بويك اما هو كار بو بردوامي جيان بو بردوامي معنوي نوكان انسان ببيا وجني شو يعني بياويش بو جنو معناتو هذاك وات بيا جاتو يشتابي رخني لي بغريتو واقسب كي كما تسو كهدي بجن كدو ك او باري غوري جراتو بوشن يا كم اما جني خوتا بزاو بو حلاله بودني بري بلاي همي جاوان حزكن مفتوح بن بوها مكسه بويا رخنا إليه قرن حزكن مفتوح بن بوها مكسه شو جايك إلا بندكاني يا ساكي أنا عزادي سكسي وأفرتا مفتوح بن بوها مكسه أنا تكش دش يو بند أنا دوم لباشا وناشي ترى هل لبند يكي تري عزادي سكسي أو يبوه هي شون تعمله كبيرن بابي بين خوياك لباشا وش أو أوان وان خوان جونا أنا وانا وانا أم بي أس أيه سامیش یان به همان شی و رز لعفرت اجری که اما با دروس کردنی مناله نگ با چه جگلی ببینی و دوتر فری که چه جگیت یان ما برای بدانی کتر و برای بدانی کتر ما با دایکاتیه بای برهمت پی با مناله با پرورده که پی آی پی آنات با بخاطر و جنی جنانت با بخاطر بای بلام او نه پی آی پی آنی پی خرده و نه جنی جنانی پی خرده و نه برهمی
بيدري بام كومال قاع بويدي دجيا وستيتو انا حقينيه انساني ساقط لروي كومالاتيه وانساني ساقط لروي خيزانيه وانساني ساقط لروي عقليه واخلاقه ابي رحنا بقري لا اخلاقه لا عقله لا كومال قاو ورحنا بقري لا خيزان وخانه وهذا اشتنانتك يعني بني بيعد يعني لا مو بروبو طوابي كان كمان الرخني اللي يقرن بو رخنا كان يعني بو اجيري اصلا لبرو يخلق جاهل ونفهم ونزانه بدينك خلق نزانه بدينك ام سردمش سردمي برزبونوي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي شي دجال درناتش ليك حالة انا بيها في خفة من العقل وادبار من العلم لرواية كثيرة من الدين دجال كاتي درتش كعقلي خلقي سكب عقلي خلقي سكب يعني شي عنده هوا رزق ثاني كيوك واجر ليه وعلمي كما بيتو علمي شرعي لسر زبيعة اگر تو علمي شرعي تبينيا اگر داري دينك ادني بجواني تو بشبهي امانة دوش داميني تو جواب بينا بيني اي شبه قاني دجال شي ولا دعاي خوي دخا والله دعاي كبير هيك كلا اتبع كاني او بوي لنانو او علم زياتر بيو استرابوتو چنه بدواي نانو او دو او انده بدواي زانستو چونك براسي ام شبهانك طرح اكري تماشاكي يعني ام شبهه بلا اكري تو بون من لسر ام اتا چيت هزار كومنتي لسر جوابي كي معقول يعني جوابي كي دروست ولا شرع او القلاوي يعني بوچي خلق غير دينك اني وتوشي خفتي عقلي جبوه بعقلي جناتو انا جوابي كي معقول باتو بويا زور نزيك الدجال درچي ونون ركاين لسر زبي بطوابي اما دكاريان كردو خلقي كي زور جامع دبوه بشون كوتني جابوا يا وري اخوت ببرو رو بدينا كتا اما انا وكم الله اياتي ترك هرهم الى قران هات ولا كاتي تراما بس روايات انا همي قسمان كدوا و والله ايش ما عندها وتو رون ما كدوا تو ولا وزيات الله سلام بعبتنا باش انا فرمي ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا شاهدنا بك ابو انكر ابو شاهدتي بلا نحكي واجبه لسري بروا بخوشي خويني هر كسي بانك رابو شاعتي لسر قضيك شاهد بوبو واجبه لسري بروا شاعتي بدا بلا من شاهد بو ما مشتاع نابي بلا نعم عرزي خوم آياتك وافر شاهد كبانك را أبي بچه نابي نچه هر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرمو دا فرمي لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق سمعه أو شهده أو رآه أو علمه أو رآه هيج كاس لا إيوا بعترز لخالكي وايلينا كحقك ديوا ياخد زانيويتي ياخد بيستويتي نيلي باب رابيلي لو حقكي شو قوبي تواني عدلة ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله أو بابتانيك أي نوسن لعقدك قورو بشوكي بنوسن هيتشي بكا من أزعن لي نوسن و قرنترين شد شي يتيعا ما مدتي چنك قرزكي بيدراو لأواني أوانو بيدراو أبي أوانوي أوانا بيجارتو أبي أو مدتي أبي دي يعني بكرا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا فرمي أمل لا الله جل جلاله لو بري عند لا كبوشي ومعامل بكن لقى لو عقدا ودو درشتي هموي بنوسن وأما أمن سينا وأكاد وأي جمان تان نبي لو عقدك لني وان تان هاي شو كانوا سرعوا جاري واهي بدمي عقدك أكن أن جاي تبي لي أنا شيء توا أم شيء وتوا أو شيء وتوا أو شيء نسيوا أو شيء دعوة كدو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ما قد تجارة يكبر لني وان خوت عنا به استدس بدس أو عند مبلغ بارة أو شتمبر طوا ويديتي اما قيناك اني نسيت شنك اما قرزيتي انا كان واشهد اذا تبايعتم اجر كرينو فروشتي نيشتان كربا شاهد هبل اني وانت بلام اميش بهمان شوا وثمان هبي باشترا و اجر نش بكرينو فروشنا كدا مزري دروس هبي واما بيوستي شبك كرينو فروشنا كما عمليكي قوربه ولا يضار كاتب ولا شهيد أم بشيء اعتقدوا تفسيري بوكراو أو كسي كاتبة تقالو كسي شاهدة بويانية زرر بقينا بعقدك شاهدي لسر بطال بدن
ياخذ كاتب عدلك شتي بطالب مسألة عقدك لا روي كتره ولا يضار كاتب ولا شهيد نكاتبك نشهيدك خاوني قرض دا قرض دا قرضك او كايدا او شي كوري اقرب وان ني زرر يعني بيبقى انه بيان خنا جير زختو شتاني كان بيبكن كبيستي خويا النبي نعم طرف يمنا لا طرف يولا وان تفعلوا فانه فسوق بكم اقرو كاربكن او فسوق فسوق لا ما بس بي الظلمه او ظلمي كي غوري وايكن لخوته واتقوا الله ايوا التقوى الله بكن ويعلمكم الله الله جل جلاله علم تان بي بخشه اما اتا بمعنى عليه تقوى أبيت هوي أويك الله جل جلاله علمت بيا ببخش حتى إمام ابن تيمية للتفسير فرمي هركس تقوى الله بك الله جل جلاله بخوي أبيت ما مصطوع معلمه فيريك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو رزق رزقي تشي وشي جاكريته ما عنديش معنى يجاكريته قلتوه تقوى الله بك الله جل جلاله أو علمه أو شرعته ورزق بيا بخشه فيري أبي بس تقوى النبي ليتراك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويتقوى الله بك جل جلاله كارب آسانك بتعبد في البني علم شرعية والله بكل شيء عليم أما جيبويك أو عقداني إيه ولا نيوان تاناهي وكو إنسان كان الله جل جلاله وأعقاداريتي وهيشي ليو النابي فرمي هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم فرمي ما آياتها دريشترين آيات قرآن فقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا فرمي الله جل جلاله لم أتاك دري أشترين آتي قرآن بمعنى له أو معاملاتانيك لن يوانت أنا هيب وكاتيك دياريك أو بينوسن كاتك بنوسن كوري أجرن وكاتك شي كأبي بيدن وباش شاهدي شي تيابي أو باشترا بوتان شون لأخير آتك شاء ما جي بيدا فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيقة والحفظ فاكتبوه أمر فرمي الآن الله جل جلاله بنوسين عقد لسر او قرزي كادريو او كساشي وري اجري بو اوي بارز راوبي ما في هردولا لنيوانيانا وقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل اي بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على احد ولا يكتب الا ما اتفقوا عليه من غير زياده ونقصان كافر ما بعد الابي بين مسلم بس بي ويك حق كس نباب وكس وحق كس شيان ندام كسيان بلكو هر همي بنو سري بوشي ويكا قرز دركا وقرز ورقركا ركوتون لسري وبزيادك ولا أبا كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب أي ولا يمنع من يعرف الكتاب دا إذا سئل أن يكتب للناس ولا يمتنع من يعرف الكتاب دا إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق وقال مجاهد وعطاء واجب على الكاتب أن يكتب فرمي وأقر كسي أقبان كراك عقد بنو سيلانيوان دو كسابا منعنك بلا نعيم ختام بنو سنة أبي بروا شنك فرمي أو علمي بيتي لباري كتابته والله بيا وكواتا بالزكاة علمك يبدأ أو كاتب عدل يبقريتا أستوي خوي ويان بنوسي أو صدقيك أي كاب غيري خوي وكو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أقر بيتو هاو كاري كسي بكي كبيوسي بيتا أو صدقي وأقر بيتو هاو كاري كسي بكي كلشي عند مكاني لشي كمكوريتيا وصدقي بوت يعني كواتا لروي عقلا كمكريها بيتو هاو كاريب كي هر صدقية لروي لشيشو هر صدقية مجاهد فرمية يا فرمية لقال عطاء كاو كسي بانغا كريبو نسيني عقدك واجب لسري ولان باتو عقدك بالنسي وقوله وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه أي وليملي للمدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك أو كسيك كاتبة أو إلى قذنيتي باها موي بالنسي بو قرز ورقرك شن يكوي تسر همي بن سيولا الله ترسي ولا يبخس منه شيئا يعني لا يكتم منه شيئا هيتشي لي نشارته فإن كان الذي عليه الحق سفيها
محجورا عليه بتبذير ونحوه. أما باسي تشيك باسي حجرك فرمي أجر أو كسيك حقكي بابلين ورقر قرزكي ورقر سفيه بو سفيه أفرمي كسيك كحجري لسردان رابع. حجر يعني منع كرابي لتصرفات بماله بهوي تشيوه بهوي تبذيره ياخذ بهوي من عليه او ياخذ بهوي هرشيك او ضعيفا صغيرا او مجنونا ضعيفا فرمي عقلي طاونه به ياخذ من ضالبه او لا يستطيع ان يمل هو اما لعين او جهل بموضع الصواب ذلك من خطئه فليملل وليه بالعدل. اگر هاتو نيتواني بنوسي لبرويك نخوشيكي تيا ياخذ نزان بران بربويك حق تيا بنوسي لبطال او با وليكي لقلابه كواتا أم كساني باسي كرد أوي حجري لسرس فيها أوي من ضالة أوي عقلي طواونية أوي بهو كارك لهو كاركان بنايو أو بابتانين يأخذ نازاني حق بطال كامي با وليكي أما دبي لبي وكو أو. وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر بالاستشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق فرمي وأمر بهيناني شايت لكاتي نسينا كان بوي عقدك بهيستر به فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة أفرمي أأمشك أفرمي أجر دو بياو تاندزنك وبا بياو يكو دو جنبن أفرمي متعبة بتشي أموال لا معاملات معلوم ملكا بوتشيش أفرمي لبروي أفرد عقلي نقصانيك يا لبيريا تشيتو بيستي بويكا بير بخلته. وقوله ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. ممن ترضون يعني إيه ورازي بن كاوان شاهدتان بن بهوي أويك عادلا فرميما بلغي عدالتي تياب وشاهد كان كابي عدل بن. وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير إشراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضا. أفرمي إمام الشافعي بمطلق فرميتي لهر جيغاك قرآن داوايك دبي الشاهد هبي لهر عقدك أو أبي عدل به أمقصي إمام الشافعي وهندي كتل لزانان بلام هندي لزانان جانا أقر مستور الحال يجبي واتديار نبي عدل ياخدنا ما دام إسلامتي يكي ليدر كوتوا فسقي ليدر نكوتوا لو دقيقة أسا يبيك بشاهد بلا قسك إمام الشافعي طواتلا. وقوله أن تضل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى أي يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد كريك كان لبيري شيء وبا أبيتر بيري بخاتوا بندك لبندك عن شاهد يكا. ولهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر قد أبعد والصحيح الأول والله أعلم. فرمي فتذكر لقراءة تراهاتها لقراءة جماعة فتذكر فتذكر لقراءة تراهاتها التي ذكر ويعني بيري بخاته بعقاي بينيته. فرمي لسر أم قراءتها هندك وتوانا وما بستي أويا كشاياتي دوجن إتروك شاياتي بيعيك بطواوتي بلام فرمي أوا قسيك دورا لحقا ونزيك ترويك دو شاياتي دوجنك جوكو هي بيعيك نابه يشتا شوك أقر بيعوها بباشترا بيعوك هبه توناتي بدوج باشا بوتي واني هو لحكمة شاياتي دوجنك وكو بيعيك بلام بوتي نابه بوكو دو بيعوك دو جنو پیاوک نابه با اوکو دو پیاوک لبروی جن اصل و اعساتر کریو نهان ده تدرو بوش آیتی و بابتا بو جاوازی هر تیعا باش انا فرمی ولا ابا الشهداء اذا ما دعو قيل معناه اذا دعو للتحمل فعليهم الاجابة هو قول قتادة امام قتادة و هنده كتل زانايان ربيعي كوريانس فرمي انا يعني اگر شاهد بانكرا بوش آیتی نابه بلا نایم ببروا شاهد یکی بدا گناگو نحبار بي. وهذا كقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب على وجهك عادي بيشوع يأخذك ديري بيشوع وجملي بيشوع كافرمة كاتب جعر بانكرانا ببرنا نسمة ببروع بنوسة. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية وقيل هو قيل وهو مذهب الجمهور المراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة قوله الشهداء. أفرمي فرمي أنا
هندك لزانان كلو انا او كومال زانان جمهور فرمي انا داخوازي شايد كبانكرا فرضي كفاية إلا بك سانك هبن جواب بدن أو شايتك بدن أجر كزنة أو هم يقول أحبارك فرمي بلام هندي كتر فرمي أنا ما بزلي أويك أجر خوي بانكري بو شايتي ونتش يقول أحبارك والشاهد حقيقة في من تحمل شاهدي بوكي بوكسك كأمادي أو حالة أبو بي أجر أمادي نقول لخوي برو شايتي شيبا نابي بيا أبي أمادي بو فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة أجر آما دبوبو حارتك أجادار بو واجب لسري ولام باتوا إذا تعينت وإلا هو فهو فرض كفاية والله أعلم قسكي جمهور جيش بيكا لأجر هاتو هر أو شايته أبو أبيك تشي بلا مجر غيري أو هبو أو أبيت فرض كفاية لسلو يعني بون منا إس اشتيق رويا لم مزقو تاعك وانا خاص بس بيني يو باين كرين بشاهد إلا أبيدو كزبروا شايتي بلا إقنا هر هموي قناح بارد باشا بلا مجر هر دو كسي لابي أبي هردو كيان برون بواني بلا فرض كفاية على سلمة با غيري من بشيء شنك هر أوان لا يبون أبي هردو كيان برون واجب على سلمة. وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار فإذا شهدت فدعيت فأجبت عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أفرمي مجاهد أبو مجلس فرمي أنا أجر طبعا كراي بو شاهدي أو تول دستي خوتا بشي بيدي باشترا ولا أم بدي تو باشترا بلا ما فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي يا تيبي تام بلا باشترين شاهد كي أو كسي بيجو يبان كراي بو شاهدي خوي شاهدي يدا بيجو يبان كراي بو شاهدي خوي شاهدي يدا شو كزو جارو بيتا هوي كجانو يا عقري قورا قورا لو حالتا اشتير روا أو لو يابوا كابراي علي واتشيبو كي واي كن ام يكسر علي اوابو اشتكى او فلانه كسكني يكسروا كابراي اتشي ليه سهل دقيت ايوه دقيت باشا نوكتو بلاي نعز عنه انت كابرا خويا روا بدوا لا توشي شي بيت وشاف اشتي جوره تري بدوا وقوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله هذا من تمام الرشاد وهو الأمر بالكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا فرميوا طوابي رنمونية كأبيها موبشتك بن وسري بشوك بيأخذ قبر به فقال ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من قلة وكثرة إلى أجله أفرمي يعني إيوة لا ندن لويك حق بن وسنع كم بيو زور بيه ذلك أقسط عند الله وأقوم بالشهادة وأدنى أن لا ترتابوا أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله أو فرمان ما بيك دون لنسين وقسط لان الله عدل أقوم للشهادة أي أثبت للشهادة شهادتك جيترك وراستريك أتوا للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة فرمي أما بو شاهد كشبع شس بيني قري مزاب كالا سر وحالته أو خط كي خوي بينته حالته كي بجواني بيرك الاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه احتمال أجن ينسي بيري بشيته كما هو الواقع غالبا باسما كرك زور جار ورودة وأدنى ألا ترتاب أقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتقدموه فيفصل بينكم بلا ريبة فرمي أو وأكاك جمان تان نبي العقد كتان هركاتي كشتك تان بيرشيت أو جمان تان ليها بيه بجرين أو بون وسرع وك أو وقت حقيقة كتان بودرك إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحظور في تركها أجر دس بدس بو بيز بكتابتناك لبروي لبيرشونه أو بابتاني نعبه شاهدي شي نعبه فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته أفرمي بلام أم بابتي ترك داواي شاهدك بوكرينو فروشتن إيه وبيقرن أفرمي أو حسني بصري وإمام شعبي فرمي أنا منسوخ بو آياتي ترك أفرمي أجر هنديكتان سي قيبة هندك ترتان هبو بأميني زاني قيناك شاهد نقرا وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب بمشي وافر من الجمهور زانان فرمي أنا أم أمر بو
ندب ورقرين يعني بو السنة فرضنا. وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملأ ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما، وقيل معناه لا يضر بهما. فرمي لا يضار كاتب ولا شهيد هردو معنى كيت يعني كاتبك وشهيدك شاهدك أن بياني زرر بدن لخاواني عقدك قرز درك وقرز ورقرك، ومعنى وشيت يعني كأم دوانا نابع زرر يعني بيبقين ريان. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. يعني أقربيت إيوة عزيتي شاهد كان بن ياخد شاهد كان كاتبك خيانة لإيوة كانوا يتلاعب كان بعقدك أو براسي توشي فسق بونو تعوانا ولا قردن تانايو في وتانا تاوكو سزا أخوان لسري. واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. اي ولا الله بترسن ومراقبي الله كان لكار كان تانا شنك وأقاداريتي وفرمان كان يجيب جيب كانوا دور كون لقد غكرا وكان ويعلمكم الله الله جل جلاله علمي زياترتان أداتي وفيرتان كان كقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرميوكو آياتي سوري أنفال وايا كفرمي قريه والتقوى الله تعالى بيتي تان بيدا الله جل جلاله فرقان تان بيدا. فرقان يعني شي يعني الفارق بين الكفر والإيمان، الفارق بين الحق والباطل، الفارق بين الحلال والحرام، أو نورتان بيدا ككفر إيماني بيجي كانوا كحق وبطال بيجي كانوا كحلال وحرام بيجي كانوا بس التقوى إخواتان النبي رأى الله سرتان ليتيا قد شيء وسريشتان بقرآن شيء دوي. وكقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فرمي هروكو آيات أجواءك الله جل جلاله وفرمي يعني إيمان تان هي ناوة تقوى الله كانوا إيمان ببيغمبرك بيان إيمان ببيغمبرك بيان يعني شي لبدا يعني شو يعني كوان إيمان بأ الله بيان شو يعني بيغمبرك بكوي وتقوى الله بكي الله جل جلاله فرمي دو بشي قول للرحمة خوي رجعني بسرت أنا والنور يكتان بيع بنا وزويا برون بي بتو أن حق وبطال كفر وإيمان حلال وحرام ليك تريجي أبكنا. وقوله الله بكل شيء عليم أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات. الله جل جلاله وعالم فرمي بها مشتاق ب مصلحتيا بعاقبتيا هيتشي ليو النابع علمي الله جل جلاله تشواتشي ويها مشتهي قرتوا لكائنات كائنات. كائنات يعني شي لتشواتوا كائنات جمع مفردك كائن كائن يعني بونور حتشي بونا الله جل جلاله علمي به. باشا نفرمي وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يقول تعالى وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى قريوا لسر سفر بنو قرستان دابو بيكتري كاتب يكتان دزنا كولا نيوان تانا بينوسي. قال ابن عباس أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلم. ياخذ كاتب كان دسا كبه بلان قلمو برو مركب يندزنا كبه. فرهان مقبوضة أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق أو اختأت أني ورهن بكن رهن الشيء بون منا كابر علي خان وكتن بري توج علي أو اندى بارن بري بقرس توج علي خان وكتن بري برهن هو رهان مقبوضة ياخد وشتركة بري برهن سياركة بري برهن لبريو باري أجر رهنك سبين تو بارك بخوي اما تواني او رهنه بكار بين تو لبري و باري زياك شيد بوب جابته ولا كتاب الرهنه لفقها باسمان كدو. وقوله فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. روى ابن ابي حاتم باسناد جيد عن ابي سعيد الخدري انه قال هذه نسخت ما قبلها اما لباسي كرنو فروشنا غير ايوا ثقه بيكتري هبو ولا يكتري امين بن أسايا شاهد نقرن أما نسخي تشيكر دوتوا أويك إمام الشعبي وحساني بصري وتيان فإن أمن بعضكم بعضا نسخي وأشهد إذا تبايعتمي كردوتوا أو بشيء آتك. قال الشعبي إذا أتمن
ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا أجر سيقتان بيكتري هبو قينا نش بينو سنو نشاياتيش بقرة والمندو برادرن يكتري شاقا ناسنو سيقتان بيكتري هي على سياركتن بيبا بوانا علي باشا كي بارا كميت سريمان دو مانجي ترى إذا تي وروح طاقت إننا نسينو نشايا أما بو چونك تي قلاو نسيقتان بيكتري هي أو أسايا بيو وقتنا يعني أجر أم آيات دانا بزيان أم بشي فإن من بعضكم بعضا أو وقتها معاملات إليه حرام وإلا شاهدك أبو أو كاتبك أبو أما ما يتدا بصيب وهي معاملك هر دروز به وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن كما جاء في الحديث رواه الذي رواه إمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمورة كري جندبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه وليتق الله ربه يعني با تقوى الله بك فرمي ما لفر مدشات ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي او دسي اشتيكي قرتو وبردويتي لسريتي كبيداتو او باري كبردو تبقرز لسر تهربو دست بيجاريتو چونك او كسي قرز ناداتو نيجي لسر ناكري ولا تكتم الشهادة لا تخفوها وتغلوها وتظهرها ولا تظهروها اي وشايتي نشارنو ياخد شايتي دسكاري نكن زيادو كم يتعب كان أكو خوي بيلا ياخد شاهدية كبطالة داري نخن هرب حق بيا قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك ابن عباس شاهدي درو شهاد نوي شاهدي وكو شي سير كدو وكو يك ابن عباس فرميتي شاهدي درو كي يجيك لقناها قبل كان وشهاد نوي شاهديش وكو يك قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لا بريو هرشي وشادي بشارته وضليتشيا آثم قلبه أبلغ ترى لو يبلغ آثم فعله يا قوله أبلغ ترى لو شنك قول فعل الإنسان بهو يتشي وسا ويضليو أجرو باتشا غوشتا شاك بلا شي شاكا كاو شادي شار دو أو ضلي خراب كواتا لا شي شي وزباني شي ومجان شي خراب باشا جات أجدار بقى ما بس شاهدي بشاريتو أم هموات قريتو أيجر بدرو شاهدي بيدجي كابرا وأنا بيو بلاي واه وزور خراب تركه زور كورستري جكه قال السدي يعني فاجر قلبه ضلي ضلي إنسان كيف فاجرة وهذا كقوله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وكتون أو قاوراني إيمان يعني هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما شهادتي الله ناشارين وقت إيما تاوان بارو فاجرين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا وتعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا سورة النساء فرمي الله جل جلاله وفرمي وعن إيمان تان هنا وإيوه شاهدي بدن بحق وبعدل لبيناوي الله يا جل جلاله بالا فرق وشتان كذا غلطك دوبل غلط شاكي شبتو بلا شاكي شبتو ياخذ باكو دايكت بيه ياخذ كسي نزيك بيه فقير بيه دولمان بيه تو جاوازي مكتور لشاهديها عدل بقره شوين هوا ارزونا كون بو اوي بو برجوان ديك يخوتان شاهديا كبو قورن ياخذ دسكاري تيابكن بو مجاملي خلقي كام ربدا خوزور بي خلق واك ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم دي سانة فرمي والله بما تعملون عليم الله جل جلاله أقادار بناو ضلطان كإثم عصيانتها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير أم آيتا زور لا آيتا كان ترى تفسير ما كردوه هروكو لا آيات الكرسي ولا آيات الإشاء تفسير يا ما آيتا زور لسبيل رشدين فلمن يخبر الله تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن الله جل جلاله هوال من بيدا كهرشي لزيو أسمان كان وهرشيش لنيوان يانا هرهي الله جل جلاله وأنه المطلع على ما فيهن والله جل جلاله أقادار لنيوان شيانا شير أدا لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر ولا الضمائر وإن دقت وخفيت هاتش نورد ودرج به رون به أشكرا به ديار به ناديار به لالله جل جلاله والنابه وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم وأفرميها والمان بيدا كهرشي بشارين ودري بخين الله جل جلاله محاسبة معنا كال سري فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بقر قردي توزي والنابه
خير بي يا شر بي أي بيني محاسبة أكري لسري. كما قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هروك شون الله جل جلاله فرمي ويلا صنت أنا أنا ضلت أنا داري ببرني أبي شارنو الله جل جلاله يزاني وويلا زيو أسمان كان على نهانيو لا بنهان ولا أشكرا هم يزانيو ده صلاتي بسر مشتكا هي. يعلم السر وأخفى، سر وأخفى، سر أويك لضلي خوتا إلي أخفى أو هو كاري بالبي وانا لضلي خوتا بيني يعني لنهيني نهيني ترزاني الله جل جلاله هو كاري جاب ضلطة بو أوي لضلي خوتا بير لشتي بكيتو بيكي أو هو كاري بيش بير كردنا ويا لشتك أو جزاني الله جل جلاله ويوانا زاني هجنا زاني وأوي بملائكيه يجوتوا كلا شرح جامع بين الصحيحين فيها أخوان ما كعبد بيدي كرده ولا خرافه يا ملائكه يا قال اي پروردگارم بير لخرافه قاعد وبينو سب لسري فرمنا ما يوسى اگر كردي جابي موسى اگر جرايوا لترسي من بچاك ابو موسى اصلا بچاك ابو موسى باش انا فرمي ولا يأتي في ذلك كثيرا جدا وقد اخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبه على ذلك فرمي لم اياتي زياتري لعلم موت كان شيء محاسبة شيك على سري. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. ربو يا ما أتك داب عزيز ورق رسبو لسر صحابة رضا ورحمة إخوان الله فالله جل جلاله محاسباك هي بچوكو هي قورش هي شاراو هي أشكراش محاسبتك على سر همون برمي اوش لا ايمان يعني ابو چونكه ما ايت اخر انه هيج ايمان ايش معنى جوله لا ترسين لا محاسبه يا الله برمي صحابه زور قرص بولا سريعا لا دواء او لا انا ورا سيدي هيج كانوا لا انا ورا هيج ايش بقى المحاسبه اكيد نعم اي طبعا انسان تو قربله انها مو قسيك اگر غلط بلم ولا بين جزار لي سنين حتى ما الى زقل دمي تو زين زور بيت سكان هم يزا مغيبه وبختان ودرو قول بري وساعه تجيتي وانا يقلس زقل دمي قال لي زلاله قال ما علم فيه انا من قرض عربي من السري ويقسنا قال ايه باشا تو بهمو قسيك تو اقرب وها اي بقول له انا ترسي يعني بو قال حكمتك قد صلاه داري و في بلا لي ترسي بو رب العالمين في طلع اقرب وها انا ترسي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه تكيه انا اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جسوا على ركابهم يا على الركاب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فالمكام أعتدى بزي وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كان هاتم بولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبردم يابت شوكا كوت يعني بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم حد شكر دارك بمعنى كي بمعنى كده صلاة من بسر ياه نيجو روجو زكاة وحج وجهاد وهشتي كتر بلان بخوا أمان ده صلاة ما نبسم درو درون ما نانية خطرات هرده بيركبنا وهرده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي آية إيه وجتانا وكو كيقسب كان وكو قاو رجولك كأنود بيست ما نبلان بقسب ناكين تاني واب كان آخر وانا نتشي سمعنا وعصينا إما بيبلين شي سمعنا وأطعنا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بل قولوا إيه وشي بلين أم ذكر بخوان سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كاوك وتأيئات كان سباسيك. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون تأخر آتك فالمدواء ويك الصحابة كان دانيان بوايانا رازب بها محكمك الله جل جلاله وضليان جاي جير بولا سري وتيان لا مولا يترنا وضلي خوش مان باكا كينو لو بيرو فكرانا مراقبي اوجكين الله جل جلاله ام اتي بودا بزاند وكو تخفيف يقلا سرا وكا سزاد الناد على سري بلام هر واجب لا سري تو بير كدناوي خوت شي لغي بباريزي لغماني خراب اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث نكن غماني خراب بخلق بل چونك بردني غماني خراب دروترين قسيل ضليتو دي انسان دلي پربيل درو يا دروترين قسيتيابه واخو اكيد داري شبه بدرو گفتاري شبه بدرو
وهرشي أجاو كيشي نيوان مسلمان لا تشيو ذا سيغا جماني خرا اجتنبوا كثيرا من الظن دور كونه لا زور يقل جمانا كان إن بعض الظن إثم چونك زور يقل جمانا كان شيا تاوانا دوغماني خراب بيك يا بي تاوانا لقدن تاوانا زاني لسرنا نسرا نسرا بولي هنديكي كزور بيكا چونك هندي جمان تاوان يو جماني جي جماني باش جماني باش برا تاوان برنابي أفرمي أنجاو آية دامزي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه تاكو تاي آياتك فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كأوان كد الله جل جلاله أم آياتاني تري دامزان كالله جل جلاله أو تكليفي أويل سرها القرتن كالتوان عيتان عنيا كيسا تفسيري أو آيات جاكين أم دو آياتك وتاي سورة بقرة ما وتوا إن شاء الله تفسيريكي أكينو بس ريارين ولا شوين تريش هاد تفسير مكردوه باش أنا فرمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة أبو هريرة فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر عبدك مويستي خرابيك بكا بلام نيكرت ايوه نينوسن لسري بلكو تشاكي كي بوبنوسن اگر كردي شي يك خرابي بوبنوسن واگر ويستي تشاكي ابكا بلان بوي نكرا ايوه تشاكي غير بوبنوسن اگر كردي بدا تشاكي بوبنوسن تا حوصتو تا بي برانبر ام دعاتي كوتاي سوري بقره كما لك فرمودي لسرها تو كباسي فضلو قبريك ياك ايش لو فرمودانك أمنيه أنا هو أمنيه أنا إن شاء الله دوات رش مسافر فر مدكاني أو يشبريت يا لويك أفر مجاري كان جبريل للاي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لطنج يقبو جبريل فرمي أبي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم زاني وطنجتش فرمي نخير فرمي ودرجاك يا أسمانة لو بيج نكر أبو أمره كراو وهو ملائكتك اللي ضابزي بجياني وبتمني وملائكة دانا بزي وتسرزوي هو أمر دامز فرمي ملائكة كهات بولاي جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي ليك دو فرمي أبشر بنورين مجدت ليبي بدون نور تشيوتين خواتيم سورة البقرة أم دعاتك وتاي سورة بقرة لقل سورة الفاتحة لقل سورة فاتحة كفرمي لم يقرأ يا لم يقرأ بحرف منها يا لم تقرأ بحرف منها إلا أتيتها أجرتو هر كلمة يقلب كلمة كاني أمد آية بخواني إلا الله جل جلاله بيتدا يعني أجرتو بلي رسول الله إيماني هي ناوة بوي بوي دابزي ومن يجي إيمان بيتي أو الله جل جلاله إيمان برسول الله إيمان بالله إيمان بوي دابزي وبي جيجيرك على بلطة قال بيتدا يعني هرشيت يا آية كان لا معاني ولا بابلين مادياتيش الله جل جلاله هم يبيدا نبي هرشي هاتوت يا هر حرفه هو تفسيري او حديث او اكله باش ان فرمودي كتري انا ولا ابن مسعود وفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة بقرة في ليلة كفتاه فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يمدو آياتيك وتعي سورتي بقرة بخويني لشوى بسيتي بسيتي لشي لجن وشياطين بسيتي لشي لا تملي وتوزلي الله سيبون يجيبها بسيتي لشي لويك باريز راو بيلها مو بلا مصيبتي تاوك روجة كاتو بسيتي لشي لويك اقر روجي كردو برو بومي الله نعمتي الله بركتي الله برجع بسريا ولا ما افرمون بسيتي لها مشتك يعني تنانا دقر بجمري أم دو آتي بسك شفاعتي بوكاو وبيبارز العذاب قبره لشتكاني تريشت أدوائي لك دانو يزوري هم وكدو بو فرموده فرموده يكتري هنا على أبو ذر غفاريه أفرمي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أعطيت خواتيم سورة البقرة أعطيت خواتيم سورة البقرة فرميتي دو آيتي كوتاي سورة بقرة بيدرا ولكوه من كنز تحت العرش جوهرك لجير عرش وبوندا بصين راو بيم دراو لم يعطهن نبي قبلي هيج بيغمرك بيج من او جوهري بيان دراو اتوي خاوني جوهري بلا جير عرشا دسي اللي برميو همش ابي خوينا بيجوي بخوي
او تو جوهري كجير عرش بيه واجر بجوهري جير عرش وبقريته شاهد لسرك تو عبدك صالح وباجوي. عن عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. أفرمي عقبي كري عامري جهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوتم أو دو آيتيك وتعي سورة بقرة بخوينة شنك براسي من بيام دراوة لا جوهرو زيرو خزيني جير عرشو لا فرمو ديك تريشا كأمني هنا وكوي فرمو دكان بيانش داني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فر الشيطان من بيته 3 ليالي. هركسي أو دو آيتي سورة بقرة بخوانه كوتاي شيطان سير رجل مالكي راك انت رضا صلاة نامن بسر خوي خان وعدك. فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقوله والمؤمنون عطف على الرسول ثم أخبر عن الجميع. أفرمي هذا قبل شيء دسبيك بويك رسول الله صلى الله عليه وسلم بوخي يا كمين إيمان دار لم أمتك إيماني هنا وبوي بوي دا بزيو للاين الله دواء أو إيمان داران لصحابة يا كمين جماعة هتاوكو آخر زمان يجي إيمان داران كإيمان يعني هنا وبا ويك للاين الله دا بزيو با الله برسول الله أو أنا هر هميان يعني يا كم جار خبر دا لغاري رسول الله صلى الله عليه وسلم جادوا أو هم إيمان داران. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بالله بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، ولا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. أفرمي هرشي أوانيك إيمان يعني هنا وبع الله إيمان هنا بع الله شيء شوار خالة بنسمان كده إيمان بوجودي إيمان بربوبيتي إيمان بألوهيتي إيمان بأسماء كانوا صفاتك يعني أو إيمان بالله أو شوارة أبي أو شوار خالط يا موجود بإيمان بيها بي. ودعاء كل آمن بالله وملائكته إيمان هنا بملائكة كان يجود مان هر شوار خال إيمان بيان هبي كأمانة الله جل جلاله لنور دروسي كردون وتوانائي كوي زيكي لراند بدري عن هيا وإيمان بوها بي كأمانة هم يعني عبد إخوان ولا فرمانة كان يدرنا شنو هيتش لي كان بدازني بريو بردني زيو أسمانة كان أو بدس الله جل جلاله هو إيمان بواني عن هبك ناوي عن أزاني ناوي عن هات ولا قرآن وسنة وإيمان شيها بيبا كردار كان يعني كلا قرآن وسنة باس كراو هر بخول ملائكة وقمال ملائكة كرداري خو يعني عنها وكتبه أو يوجد من شوار خالة إيمان هبي بوي كأم كتابان همي كلام الله وشريعته أو داي بزانو تسر بغمار كان وهمو قوميكيش بزماني خوي كتابي بوهاتو بغماريشي بوهاتو ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم همو بيغمران بوان يرون بزمان قومه كي خوان كتابة كان ينبورون كاتو إيمان من هب بناو يو كتاباني كبه من وتراو بتوراة وزبور وإنجيل قرآن فرقان صحف إبراهيم وموسى وأوانشيك ناوي من نبيستو ناوي من بينا وتراو خالي شوارميش إيمان من بوهب كتابة كي الله جل جلاله كقرآن فهو يكتب كاني بيش خوي نسخ كدوتو وأو كتابانش هر يك عن كهاتو أو بيش خوي نسخ كدوتو قرآن هم يعني نسخ كدوتو ورسله بغمرانش بهمان شوا إيمان ما نهبه كهميان بياون عبد إخوان الله جل جلاله هل يعني بجيره وحيان بوانين جنيان تيان يا بغمر باشا دوام خال إيمان ما نوابه كأم بغمبرانا هر هميان كتاب ينهب وشريعة ينهب وقاعدو ينهب قوم مكان ينهب لو فريطة وعيوه مبلغ من لله إيمان من بناوي أواني ينهب خالص يمك لقرآن وسنة هاتوا وإيمان من بوهب كعدد ين زورة سطو بستو بيانج هزار بيغمبر بستو بيانج دانيان لقرآن ناوي هاتوا وكوخيان إيمان من بهمو ينهب خالي شعرمج إيمان من بوهب كرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين
كوتا بيغمره ولا دواي أو بيغمرني أجر دي قد بين لا نفرق بين أحد من رسله إما مسلمان جوازين أكين لنيوان هيج بيغمر لا بيغمر كان أم جملة بس مسلمان خاوانيتي جولك جوازيك على بيغمري خوم لهم يعني باشتر وحق ترى دواي كوم على كوري خواش عزير ابن الله جاور عين شد جوازيك على بيغمري خوم باشتر ولا عمي حق ترى على كوري خواش وقالت لي النصارى المسيح ابن الله وهموش يعني في يهودي شو سنة صاراش باور يعني نيه برسول الله صلى الله عليه وسلم ويهود باور نيه بعيسى ونصاراش قصى على موسى أو بس مسلمان نين صافي أن هي لا بيغمرات يا هم يان يكسان بلام لفضل وقوري يشكويا جاوز تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم بينات لو آتيها بدون درجي بس ما انكرك او اعتبك دادانيني لقلم اعتبك بلكو بوشي وشرح اكريا دقتي اعتك بن تشي تيانيا ايمان بروجي دواي لقال ايمان بقدر باشا بس هردو كي تياع بلان بنا راستو خوي واليك المصير يعني تشي روجي دواي همان بولايتو قرين و ويسا بيانج ركن ركني ششم لكوا ركني ششم تشي جار خوي قدره بريو بردني زيو اسمانا كان آية او تايبدني با الله جل جلاله تقديري هم مشتري زي اسمانا كان ربوبيتي الله نيا با كانت ربوبيتي الله جل جلاله اثبات قدرش من بوكا كيك كلو شوار خالي لايمان بالله ابي تيامانا بي بويا توانين بلين اياتك هر شج ركنك تيا بلام دوانيان بنا راست خوي وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فرميوا اجلين ايمان داران بحق ايما سمعنا يعني اي برورد جارما حرام حرامي تويا حلال حلالي تويا عبادتيش بس بو تويا چونك هر بولاي توجه قرينا ما دام هر خوي خلقي كردوي هر خوي جياني بيا بخشي هر خوي نازو نعمتي بسال ارجانتو هر قرانوش من بولاي خوي تي خوي محاسبة معنكا كواتا بي عبادت هر بو خوي بي حرام وحلال ايش بس خوي ورگيري كلو دوانا اكيشد هبو وكوا دان نيبا اوياك الله پر وردگارد بي ورسول الله پیغمبرد بي وكتابك شيء كقرآن رابرد به وكو آية لولا نقصاني بدي تطال ملائكة كان يشو بدي تطال طوايب بغمران يترو كتابة كان يتريش وكو آية بوخوت أمانك بي بخوت لقيامتش ككس هيج أمانكي بين دراو ويفرمي إيمان داران بحق باوري أنواعك الله جل جلاله تاكو تنهاية بنياز لها مو مخلوقاته هي تاك برسرة وبحق ببرسرة وتاك بروردقارة كزيو أسمان كان بري وببا وباوريان بها مو بيغمرة كان هي وبوكتي باني كبوين دا مزيوة وهرها مو بيغمران وكو يكنو فرق الأجيوازيان لبين أناكن وكو يهود ونصارى ناكن يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض إيمانيان بهن إلا بيغمران كافرين بهن دي كتري بلام إيمان داران إيمانيان بها مويان هي بلکو همیان رازگو بونو، همیان چاککار بونو، همیان رنمونی کر بون و همیان خلقیان دست گرتو با رگای راست و رگای خیل و شریعتی هر یکیان که هاتوهی اویتریانی نسخ کردوتو دو شریعتی رسول الله بو صلی اللہ علیہ وسلم که همو شریعتا کانی نسخ کردوتو و قیامتیش لسر شریعتی رسول الله دی صلی اللہ علیہ وسلم لکاتکا كنص حديثي كيناوتو جروب يقل أمتك رسول الله صلى الله عليه وسلم بردوام لسر حق أجنقن دجي دجمناني دينك الله حتى وكو بايك دي روحي همو إيمان داران كيشي خرابتريني بونا وركان لسر زيوية من النوى قيامة بسر وانا دي وقالوا سمعنا واطعنا إي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به سمعنا واطعنا يعني قصة كمان بيست تيقشتين كاريش من بيكرد ولا ما يكار من بيكرد وامتثلنا العمل بمقتضاه وكر دارانيك لخوي قلتوه مهم يجب جيكين غفرانك ربنا سؤال المغفرة والرحمة والعطف غفرانك ربنا يعني دعواء كين توشي ما نلبكي اللي ما نخوش بي أم لفظة لا أعتقد وأيشا دوبارا بيته وعفو عنا واغفر لنا لذي جاوازين يوان غفرانو عفو باسكين وتو برحمه مهرباني قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب المصري حدثنا فضيل عن عطاء بن ابن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم
فرمير كسيما تبخيني بلا غفرانك ربنا الله جل جلاله فرميتي جواب يدار او اللي تخوش بو كتو شو ما هتا خويني بيجو يبخوي داوي اللي خوش بناك الا الله فبير قال فرمي اللي خوش بو قناعت بها بك بوشي وبالي اللي خوش بو وإليك المصير أي المرجع والمآب يوم الحساب لروجي حسابا سرنجامان بولايتو باش أنا فرمي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله جل جلاله فرمي لا يكلف أحدا فوق طاعته أو عبادتاني لسري داناوين أو أمراني في كردوين أو قد غاني لي كردوين هيتشي زياد لتواناي خماني لتواناي ما ناهية بويا في فرموين يستأيما جوانا بوشين خوجا خوين خوجا خوين خوج دانيشين ويانا صحابة قد وقوا مجيئون نهو دولة من ترين صحاب صحابه وكو مسلمان يمرون أجياء كمسلمان هي وصل أبو معلومات ديهمو أو أمرون هيانش آسان نبو لسريجي بجيكل با يتوبو أمرو علي قرصة وتي أمرو علي قرصة كجياني شلوان خوشترة جاري واهي أو ناني تولى الرجل كاي خوي أو أن بحفتي أخوار ديانا ويتو حفتي أخوي أو أن بماني أخوار ديانا ويتو بماني أخوي أو أن بصالح أخوار ديانا او خوي سراحتي توها تلا شو روجك وان بحفته ابو يانا بس هجمانك بري وابون هتا او كبيان قليشا او بيستغي روشتو بو يبتن جهاد كان قرسي جنب وبلا انسان كهستي كرشتك ابو الله كاك برسلاوي بحقيتي وبروردقاريتي وهستي كر يقينا اجركي ولا قريت وشان قاد هرشان اخوي ماندوكا بكم يزاني بلام انسان كهستي لك ابو الله كا ها قرس بلا سبي قرس بلا سبي هستيان هستي غير جهدك ايو هولك اي بزاياتي قرص برسل نايك بيناك لي كان مسلمان يجب يعني هل نازانك نقبك هل نازانك نقبك ار كي خبري بيوك ياخد زلام هبو هاتو من كان صالة يجب يعني لقم يوري عجر مو بو چونك نازاني بو كيك وچي ورقري لبران بريا لقيامتا نعظمتي الله إلا نعظمتي عبادتك إلا نعظمتي أجرك إلا لقيامته ك في أدريته شنك إنسان قرأوا سي عظمته لبي الشاو بقري عظمتي الله جل جلاله عظمتي عبادتك عظمتي أجرك كأدريته لبي ناوية هيج عبادتي خسارناك بس كأو سياني لبي الشاو نبو جواب هيج عبادتنا بله أسوديو إسراحد لخويت يقنايا ورزا من دي الله آوى درج بويا ام آيات بيمان عليه هر شي خوا امري بيكردويتو بتكليف لسرتي داناو لبكو لمكا هر همي لتوان عيتا ها نالي ناتوان نالي خوا من صحاباني بينوتو يدرو مكا توجه تواني درو نكي بزو خوت حزل درو بينوتو يجوين ما توجه تواني جوين ني بزو خوا حزل جوين بينوتو غيبت مكا توجه تواني غيبت نكي بزو خوا حزل غيبت بينوتو بهتان مكا تواني بهتان نكي وخوت حزل بهتان ويز سزاكي ورقلي بينوتو نيوش بك أتواني بك أو خوتي نايك بينوتو رجو بقرا زكاة بحج بك هم يتواني بك أو خوتي دجيتي بينوتو حجابك أتواني بك أو خوتي نايك لتواني تاهي أو خوتي نايك بويا بكاسيات عاريات إلعنهن إنهن ملعونات ناو براوي للعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي هذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليه باشك الله جل جلاله او تكليفاني ليك ذيك هم الى توانا ايتها يا ومعنى ايش الله جل جلاله برحمه بيت ايتواني وكو بني اسرائيل اللي كان نابي هيج بلوري بخوي تشني هبه يعني زم ليش حرام ولا سر باشا ايتواني بيو بلا توبيتو كشرك وكفرك اخو كشتنت وكو بني اسرائيل خوين معنى لم سورتين ورحمي بيك ذي هموش تاني لسر دانا يكلت وانايتا هيا بحدك وسط إغنا خواني ترجرة واني بكي شكا بن إسرائيل واني كرد بو هندك بابند بو بيو وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الغنم من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما تنان توريش يعني لسر حرام كلام أقر في سعيب ديك كام كوتا وابي بريا شوردن بوين أبو طاقنا أبو برامتو بشوردن بحكا بيتو هاتشي بركي كما هموي الله جل جلاله رحمه زور زياتري بيكدو لهم أمتك عنيتك وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله
أفرمي أم بشيء أم آيات بو يهوي نسخ بونوي أو بشيء آياتكي بيش خوي دو آيات بيش خوي كافرمي أو أي إشارة ولا ضلت أنا وأي أشكرها كان خوا محاسبة أنا كالا سري يعني سكتو خطريك خراب بضلت أنا بون منا أفرتك بيني بضلت أنا زيناي لقال كم خوش يعني بود نسرع لا خوي برقال لي تخوش بو شو كان خطري هردي شيطاني يعني ها ونفس إنسان إيش خوا وادروسي كردوه هلا بكا تاوان بو إلى سرو نادقري لسر أوا نادقري ومحاسبة ناكا فرمي لسروات قرم كالتوان عيتا باشا أو لتوان عيتا نية أو بابتا لتوان عيتا نية الله جل جلاله أمري كردو بويكا مسلمانان يكتريان خوش بو تو تواني هم مسلمان كوكوية خوش بو نا تواني مسلمان زياتر مسلمان زياتر مسلمان كمتر تو محاسبة كري لسروا نخير ولا صلاة إخوتا نية با أو مسلمان باش تريش بلا قرام تو سيرقي أم خوش تري دو مسلمان هر دكان ناسي يك يعني خوش تري ولا بيتري يعني لكات يك أوي تو خوش تري أوي كباش تري لو إيه وضلي خوته خايف الرجال عقوبة نا على السر والله تو بزيادة تري بخوش بي أو هذا الصلاة الثانية باش أنا فرمي أي هو إن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه محاسبتك برسيار اللي سرك عليه وبدلتها تو بلام سزادنا على سري زادنا على سري ما دام نتواني وسيطري بسرا بكي فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان أو وسوساني بضلطة ثاني كي بكر دارو تان نيلي أو لسردنا نسلي شنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمين إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل الله جل جلاله ووسوساني بضلي أمتك ما دي ليان ناقري تاني كان بقصة ياخذ بيكن بكردار ككردي ان بقصو كردار لي انا جيره مال لا سريانو عقوبه ادرين بي بلا ام بي جو عقوبه ادرين بي فهذا لا يكلف به الانسان وكراهيه الوسوسه السيئه من الايمان بلا ام انسان رقي له وسوسه خراب بي وعلامتي شي علامتي ايمانيتي بون مني بضلت اخواني شيطاني هنا بضلت مع علامتي شي تو ايمان بخواها ابويا هاتو بيت عليني وعلامة إيمان أقر تو إيمان بين أبو شيطان ناها أبو لنية بره بدام بلا سري شيء فتو طام بس تبار في أبو هاتو على النية بوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمتي صحابة كان هاتن بولا تيان إبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم قصة أبيستين لخو معنا لناخ معنا نمانو تو زور قوري أبي لين لباري خواه بول منك كي خواه دي بسكتو خواني ها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي او قسانه هي لنا اختانا تيان بالي يستوي بحكم شيء كوري وكافرنا لا والله فرمي ذاك محض الايمان او معناه ايمان لا تلطانا ما شيطان رناك انت مالك او الروك انت مالك او دان به باشا بلا علاج يا وسوسه انا شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي عليك بو بخوي ما قال لك قلبي بروي بوسوسه قهري ولا ناوي تبع فرمي يا شيطان يا بولاك كان الله أو مخلوقات أخوات روسي كبو توجري واحد أي كي أخوات روسي كبو كي أخوات روسي كبو خوي برسيار كي بطالة بس ما شنك أخوات دروس كرا دروس كرا ونيا تعيش دروسي كبو باشا وكو بس ما كروت ما نالي أو قلمي كنشكا أو كيشكان إيه نشكا أو كي كيشكان يو كي برسيار ها أو خوارني كنخرا أو كي خواردي إيه نخرا أو تال لوي كي خواردي أو كي برسيار خوي پروردگار خالقه مخلوق نيه تا تو بلي كه خلقي كردو و علاج يما چيه لا يا بي برني تو خوا خالقه مخلوق نيه تو خو اگر بلي باشه خوا اوش ته دروسي كرد اوش ته كه دروسي اي جو دروسي كرد اي وي كان كه دروسي كرد اي جو دروسي كرد تا بي برتو نه برتو بو درگاه له سر خود داخه خو تو شي وسوسه قهري مكه فل ينتهي يا فرمه باشه سيت بلاي چپ ياب كاو بي ضنگ بي بلي ايمان با الله نه او تو هر وانت بلي فشان فرمي وقوله لها ما كسبت أي من خير وعليها ما اكتسبت أي من شر هم إنساني أو كبديتي لخير أجرك ورقري أو شي كبديتي لشر سزعك ورقري فرمي لها ما كسبت يعني لخير هل شي كسب كردو أجرك ورقري وعليها ما اكتسبت أو شي كبديتي ببار لسرخوي لشر طوانك سزعك ورقري وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف أمانة لو كردارانا كأمر نهي الله إلا سرو لتجير تكليفا ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم
إجابتي أو نسيتي بالإحابة بكن بإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا فالمدواء والله جل جلاله مسلمان في أمكم على دعائك وبليني شي داو جوابي أن بداته وجوابي شي داونته لقل كردني دعاك چونك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي كام آتان دا بزي إيمان داك خين ديوا الله جل جلاله فرمي قد فعلت قد فعلت قد فعلت بهم دعاك أولا أمدايته أولا أمدايته أولا أمدايته يا كم يانشي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أي برورد قال ما نوشتاني بحالة لما نوشيته ويأخذ نبير معنا شيء سزامان مدى لسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه الله جل جلاله لأمتك مين أقري اشتك بحالة بك يأخذ بيري بشيته ويأخذ بزور بيك أو سي حالة تاوان نية لسلي بويا أفرمي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها عندما يستيقظ من نومه أو يتذكرها وذلك كفارتها أقريك خوي لك ولا سر نيجي ياخذ لبيري تشيو كبيري كوتو بابيكا كلا خوها ستا بابيكا أو كفارتي إيسا لسر لبير تشونا وكا نيجاكت لسر لا تشو سزاو بابنو سلين أخير لسر خوكا نيجاكت لا تشو سزاو بابنو سلين أخير هستاي بيكا بيري كوتو بيكا أو كفارتي تيو سزاد لسر نيو بتوان لسر حسابنا أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك يأخذ فرض جواز لبينين بيرمان بشي يأخذ حرام يبكين بيرمان بشي أو لمان مقرى أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي يأخذ كذلك ما قربها الله نمان زاني لو شرعية وحكمة كيتشي زور كزالي نمزاني وفلانا شتم كردو أخوالي ناقري بانا زاني الطوى وقوله سأل أم دعاك أيكي شوانتو الله جل جلاله يكسر شيك يسأل لقد فعلت أو باشا هرشي بهلا كردو تا هرشي لبيري شوا أو ليو ناقرب هي تو لم روش قارا يعك كردارا كردوا كومالا يكي شي بوا لبير شو نوا بوا كومالا يكي شي بهلا كردو تا وجاري نيوي تاوانا قال لسر الرأي ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا برورد قار من نارحتيك من لسر دامني كلو بيش لسر أمتكاني بيش أمدانا ياخذ نارحتي من لسر دا من يتشون لسر أمتكاني بيش أمدات نابو وكو يسبع سبان كر يهود ونصارى نارحتي أن لسر ولها مرويكو وضربت عليهم الذلة والمسكنة زليلي وفقيري ورسوعي وأنا همي بسري أنا برغب بلا أمتي إسلام تادس يان بإسلام وبيتشيا عزيزا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أقواما الله جل جلاله بهم قرآن وقوانك برزكاته هل بهو قرآن وقمان يجيش دعنا من يا رسول الله بيتو تعد سبيا وبيبرز بيتو كو يهود ونصاراني وإن يهود ونصارى ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بما كفروا تاكو تاياتك ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون لا تقدر بأنهم كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون جالي رجع فرميتي أو نارحت يا نمان لسر دامني أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم كرداري قرسمان لسر دامني باتوانا إشمان هبي أنجام يبدن وكوشون لسر أمتكاني بيجي مدادنا ولا يهود نصارى وكوشي أغلال آصار ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كوتو بنديان لسر بوك وملشد كحلال بو أبانا يعني بوشيلي عن حرام كرابو وهي تاوان يعني فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليم بهي اويك تاوان يعني زورك اليهود ونصارى بهي اويك زور بربرشي رجاي الله انا يعني داعي دجاجات بغمر كان يا يعني نكر وبهي ربا اخوري انا وبهي تاوان كان يعني زورك لحلال كان ما لي حرام كرد او اغلال اصريش نارحت كردني حالتك كان لسريان وكباس ما انكد توبا عن شون بو باكد نوايا عن شون بو او بابتانا هردوكي داواكي الله جل جلاله لسر توي داناني داشينا ناو جوابي دائمين توا التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنفي السهل السمع أو نارحت يعني ما لسر لأب بهوي أو بيغمبرته وكان أردو تبو مانو ولا شد بردو ولا دينك تاك ديني رحمة وبو بيغمبره عبود ناردوينو ديني حنفية حنفية يعني شي ديني توحيدة
ولعباداتيش سهلة آسان كاريتيا ولا كاتي تاوان كردن وتوبة كردني شيئا سمحة لخوش بنيتيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرم ذكاء فرمي بعثت بالحنفية السمحة مني الراوم بشي بحنفية تو ما دام أم توحيد قبول كيتو لهوتا بيروية كيت وهي تشيد بوهي سماحة بوهي أجر بشي تجهنم وبهي تاوانا قورا كان تو ما دام توحيدك تفارسو لي درج ولا عبادة كانشتا سماحة هي ديسانا سانكاري بوكتو لسفراي قصرك جمعك باران بعد شهر وجيها يترمز جودا كان مي بربي وجمعك يا روح عشان يا روح عسل واي اللي يزور بيمز جودا كان سي فرزي تاكل نخوشي ما يبو مز جو جماعات الا سرني لسرد لا شو نخوشي روج وقت بقرا وكاتاني صافي ناتواني بدان شتانو نيوشك ناتواني بالكوت نوبيك همي حديثه همي اسان كاريه جاك على الدين اسانه بو شو اسانه نقبل ولا قينا فات توحيدي شي نبي ام وشريك في كره دينا سعر غير جاك كابرا يمشي ام دينا وانا انسان كافر ومشرك جيت يا بيت تو مسخ كافر ومشرك بو يخوي بيت نبي ملا يدعم اوا دي كافر ومشرك جي بيت يا شو خوي كافر ومشرك بو يخوي خد انا اي بزور قال نا اي تنوي نا ولا كافر ومشرك تي انا بري بي لي ابي برات بي دي بكي باش انا فرمي ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اي پروردگار من اشتاني كتوان اي من نية مي خسر من وكوشي من التكاليف او باس من كده او التكليف انا من لسر دامنه كتوان اي من نية او جوع بدا بدا تو واين كرده والمصائب والبلاء لا تبتلينا بما لا قبل لنا به بلا ومصيبتك من لسر دامنه كنتوانين تحملكين بهي دينك من لسر بين دينك من لدس بين زور كزي بهي بلا ومصيبتك ودينك لسر لدس افرت هي ها عبادتك دياريك امرج قران خويني كرا روج شجا استغفر الله ك كبلك بوينابي يكسر واز لها مشتيري على من دعاء قلب ليش قلب القران قلب استغفر الله قلب كجيب ابن بدي مش نيرنا ها هو بهوي او يك اشتي بو انا بوازي الذين كينا توشي فتنه بزر كزي بشريت توشي فتنه فقير حاله اي بيني لعبادته خواناسيا زور تنو طولا وای پرورگار افجنه به سریا دنیا ایبا و نبی لمز گوت هر نایبی لعبات هر نایبینی که اته گیبینی سر خوش لمل هکان و از ایلم یش عبادت هنا که اته گیبینی زیاتری جروا که چگ نصیحت یک کفر کان دو اتر کفر کان یعلی انا که بت ملحد و طاو و براسی حد دجار که خوای پرورگار بتو نادا بو بت پارز ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الارض ولكن الله ينزل بقدر ما شاء اگر الله جل جلاله مالي بدا بهم وعبدكاني لسر زبيا لو انا هميان ببونا انت فرعون بهو في الارض بس يبتدا بزينا ودا ان بي سي خرا بكاري وحرام خوري هر خوي لبير شويه بلا ام الله جل جلاله او ان دي ذاتك بيك لا شيء خويا باش انا فرمي واعف عنا اي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وذللنا واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة أو جاوازي إمام ابن كثير كا لروي بابلين معنا بيوه أفرمي وعفو عنا يعني أو تاواناني لن يوان خومو خوتائي بروردقا تاواني نيوان عبدو بروردقا أمانة شيبكا ليمان خوش بلي او په خزانه انا مان او کوم کوریاني همان ولا جب جکرني فرمانه كان اما همي له مان خوش ما واغفر لنا يعني تاوانان کي تر كلا بيني خوم خوته ني اي پروردگار بلک ل بيني خوم خود عبد کي تر حق يو عبد اخو دوما حق يو عبد كم كريم تي اكبو تو لمش خوش بابا كوا تا غفرانه كبو بكاريني عفوك بو يتر بكاريني عفو بو تاوانك لنيوان خوت خو غفران بو تاوانك لنيوان تو عبدك والله جل جلاله حكم لنيوان تاني بلا معنى اشتري شيء عفو لا بردني سزاكيتي غفران سرينوي تاوانك شو بويا وتني ذكري استغفر الله قوري لا وعفو عنا او جوازك وارحمنا اي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب اخر وارحمنا يعني شيء خاليه كما فرميه أوشتانيك لا داهاتوا روبرو معنا بيتوا
رحم من بيبكا تيايا بيمان نخزه ستو بيش ويبقى يوم دعاءك خويا لحقك كالنيوان خو مخوتا بيش يلم كدوا ببورا لحقك إيش كالنيوان منو عبدك أنا ببورا وسترم كان وليش مخوش برحم من بيبكا باشا أجر لموضوع حقي خودي خود حقي عبدك ترها تبردم كمكريتي أنا كم بجواني جي بجيكم أو رحمة الله بيتك كتو فارز راوبي لها الله بوي فارز راوبون لتاوان جورترين رحمة كالله بيكردوين هندي كاس هرشي برحمي خوازاني برج بسريع دولة من بي قلوز الوانية فارز راوي لا جناه تاوان بدرجة يك رحمي الله فارز راوي لا بلا مصيبة بدرجة دو رحمي الله ورقرتني فرمان كان وقد كاني الله بصني فراوان وجاب جك الدنيا رحمي الله انجام داني عبادتك كان لكاتي خويا وكو خويا رحمي الله انجا لاخير ومالو سروت سامان دك الله رحمي بك دي تبصر يا رجل او بيج مخ بسرو شواريت لو شواريت اللي بيشوا بويا فرمي ولهذا قالوا ان المذنب محتاج الى ثلاثه اشياء ان يعفو الله عنه فيما بينه وبينه وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره أفنم بوي وتو يعنى زانياني إما زانياني إما فرمو يعنى أو كسيك تاوانك في بيستي بس يشتا يا كم يعنى الله جل جلاله لتاوانك خوش بي لبيني خويو أوه دوم يعني الله جل جلاله ستري بك أو تاوانيك لقل عبدك تراك دوتي لقنا عبدك أنا فضحينك سيميش يعني بي باريز لوي كبك بيت أو تاوانيك در هاوشيوي أو تاوانا بي ياخد لو قولة تربية وقوله أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا تو سرخر بشتيوان دوستي يمي أي برو الجار والله ولي المؤمنين الله جل جلاله وليك إيمان داران إيمان داران يجبك وليان به الله وليان به لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هيج إيمان دار بويني هيج كافر دوستاتي بك حتى إيمان دار وستابي توهر بيد وستاتي إيمان دار كبكي بودني دوستاتي كافر مشرك كان بكي ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء أو دوستاتي كافر مشرك بك الله دوستاتي ناكا كواتا الله دوستي إيمان داران تا أو كاتي أو أن دوستاتي كافر مشرك كان مشرك ناكا كدوستاتي كافر مشرك ينكر الله جل جلاله دوستي نية دجمنية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويتكرون يأخذ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ما يتولهم منكم فإنه منهم أيوان إيمان تاني هنا يهود و نصارى ما كان دوستو بشتيوان و خوشويستو سرخري خوتا هاو بيمانيان لقل ما كان هو يهوبكا ولوان شكا هوان دوستو بشتيوان يكن توشكا چويتا ريزيوان ولواني كلوان يجبوي الله جل جلاله مولاي توانيه أنت مولانا ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا دينا سر من بخا بسر چیه؟ بسر دجمنه کان تا بسر کافره کان ایتر کافری کتابیه کافری وثنیه هر جور کافری که سر من خواه بسر یه کافری مرتد دیش بین ایستا ام آیتا پیه معنی الله چی؟ سر کوتنی مسلمانان بدزنا هتا وکو ولایتی الله بدزنا ینن ولایتی اللهش بدزنا هتا وکو ولایتی مسلمانان نکن و دجایتی کافران نکن ها ولا ابراء چن گرنگا لدینا کایش بهوی چیه وی؟ بهوی تکفیری کافر وی أتكي توتواني تكافر تكفير كي وبري بيلي وإيماني إيمان داران جدان بيابني ودوستاتيان بكي الله بيت دوستو بشتيواني وسرخا والله مكا حقي خلقي نبو دوستي هموي بوي ها دو دوشاو تيك الله وكر وقتا ندو خواردو ندو شاو باشا ايچه بهيج نكردو بخوا ببرسيتي سرانيتو لناو جهنم باشا ران فرمي نصرتي كافرين بسراوتو بدزهناني ولايتي الله ولايتي الله بسراوتو بتشيو بدجاتي دجمنكاني ودوستاتي دوستاكاني كتوم هاو كشي عكس كيتو يكسر الله جل جلاله دوستاتي دناك بلكو لقل دجمنكاني دجاتي دك باشا كافران دجمني الله فإن الله عدو للكافرين تو دوستي كافري توبي تتأوان فإنه منهم الله جل جلاله دجبني توشا تشون للريالي سالم خير تشي سالخ
كتو دوستي دجمنا كان يا الله شي سر خاك يا سر جابو يبيع قداري أو بي أنكر وحدانيتك ورسالة نبيك إنكاري وحدانيتي تو أنكر دو وتو أنا شريكي هي وتو أنا كري هي كشي هي إنكاري بيغمراتي بيغمري أنكر دو وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك العبد كانوا مخلوقاتك أني تو أنكر دو تشريك بوتو برستو أنا لقلتو فانصرنا عليهم إما سر خبسريانا واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة قال الله نعم بس خوي قال الله قد فعلت قال نعم بس خوي لفظي حديثك فرمي قد فعلت والله جل جلاله فرمي باش بلي سرت أنا خمو بشتي وعني تانا كمو همو أو دعانتان والله ما دام باشا سورة علي عمران يتبيش وإن شاء الله درسي داتو سورة مباركة ودس بيكين والحمد لله رب العالمين.